بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. يا صباح الخير على حضراتكم. النهاردة الأحد 1 أكتوبر 2017، النهاردة العاشر من محرم 1439 هجرية. في بعض الناس اللي يعني عندهم قوة ملاحظة، اللي أنا مش منهم خالص يعني نهائي الحقيقة، لاحظوا أنه النهاردة التاريخ ممكن يبقى نتوقف عنده شوية. النهاردة 1/10 ده بالتاريخ الميلادي، وعشرة واحد يعتبر لأنه يعني أول شهر في السنة الهجرية شهر محرم بالتاريخ الهجري، فيعني التاريخين عكس بعض. في كل الأحوال يا رب يا رب يجعل كل أيامنا ويجعل السنة الجميلة الجديدة الهجرية دي إن شاء الله بإذن الله سنة سعيدة علينا جميعا يا رب، وعلى العالم والإنسانية كلها، وعلى مصر والمصريين والأمة الإسلامية والعربية وعلى كل الناس. يا رب إن شاء الله النهاردة أول بداية يعني شهر أكتوبر، شهر ميلادي جديد، يا رب يجعله شهر كله خير وبركة. كل سنة وحضراتكم طيبين. ناس كتيرة صايمة النهاردة، النهاردة عاشورة. نتمنى إنه ما يكونش الاحتفال، أو يعني إيه، نتمنى إنه ما تكونش ذكرى عاشوراء هي مجرد طبق العاشورة اللي بالمكسرات. نتمنى إن إحنا دايما نستغل، وأنا دايما الحقيقة في المناسبات الدينية بقول كده، في المناسبات الدينية، مناسباتنا الدينية، نتمنى إن إحنا نتذكر أمجاد يعني من سبقونا. نتمنى أن نتذكر دائما أمجاد أهل البيت، الصحابة، أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السيرة الطيبة. نتمنى أن نتذكر كل الصفات الجميلة من الإيثار والرحمة والخير والبركة. نتمنى دائما يا رب أن يحل السلام على الشعوب وعلى الإنسانية كلها. النهاردة هيكون في أخبارنا كده بعض المعلومات، لأنه وزارة الأوقاف حضراتكم عارفين طبعا أنه عاشوراء المتشددين من الشيعة بيذهبوا في معتقداتهم إلى تعذيب الذات، وبيبقى فيه كده مشاهد على مدار عشرات السنوات بنتابعها في اليوم ده تحديدا، لأنه استشهاد طبعا كان فيه استشهاد سيدنا الحسين سيد شباب الجنة بإذن الله ابن العلي حفيد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فالشيعة المتعصبين جدا بيذهبوا لتعذيب نفسهم جدا، ويعني إقامة كده بعض الشعائر اللي احنا ما بنشوفش الحقيقة كسنة ان هي يعني تتناسب أبدا مع روح الدين السمح وحب الحياة. وزارة الأوقاف أصدرت بيان أنه النهاردة منع لحدوث أي حاجة أو أي اشتباكات أو أي مشاكل، فإنه بالنسبة للجامع الحسين هيكون فيه يعني هيفتح الجامع وقت الصلاة ويقفله بعد الصلاة على طول، ده على مدار اليوم النهاردة إن شاء الله. البعض السلف الصالح السلفيين يعني علشان يعني يحاولوا كمان يساعدوا انه ما يحصلش باذن الله اي مشاكل او حاجه، فهم موكلين نفسهم في الوجود والتواجد في منطقه الحسين علشان يمنعوا انه اي حد من الشيعة يحاول يعمل حاجه. عايز اقول لحضراتكم ده يمكن هنتابعه اكتر في الاخبار، او هقوله بتفصيل اكتر في الاخبار، انه البعض من الشيعة بيعمل ده اما يعني اعتقادا منهم زي ما قلنا انه ده نوع من الندم والحزن الشديد على يعني استشهاد سيدنا الحسين، والبعض منهم الحقيقه بيعمل ده وبيستخدم وبيستغل ده ياخدوا صور وهم في الحسين عند الضريح ويبعتوها لبعض البلاد ولبعض الانظمه اللي هي من ضمنها ايران طبعا. في ناس بتقول ان الكلام ده بيبقى في احيانا بعض التمويل، في ناس بتقول ان الكلام ده بيتم استغلاله، في ناس بتقول انه بيتم احيانا الترويج انه الشيعه هم من الاقليه، شفتوا اصل مصر اصل حقوق الانسان، فتحس انهم يدخلونا في مواضيع غريبه جدا جدا الحقيقه. من الاخر كل سنه واحنا كلنا طيبين، كل سنه وان شاء الله يا رب مصر كلها طيبه وبخير. ان شاء الله باذن الله يكون يوم جميل ويعدي بشكل جميل جدا. النهارده عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار، اخبار مهمه قوي، وعندنا بقى الفقره اللي احنا كنا امبارح هنقدمها واجلناها للنهارده. مبدئيا كده كل التعليقات والاسئله اللي جايه من الكثير من المشاهدات الطيبات الكريمات ستات مصر الجميلات، النهارده ان شاء الله هنجيب عليها مع ضيفنا الكريم اللي حينورنا بإذن الله الأستاذ هشام وحيد، وهو مدير الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعي. زي ما كنا امبارح هنتكلم، أجلنا طبعا الفقرة للنهاردة عشان مؤتمر الصحفي اللي طلعنا بيه على الهواء بالأمس. هنتكلم عن أعداد السيدات المستحقات لصرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، إزاي البنك بيتدخل علشان يحاول يحل أي تعقيدات ممكن تحصل عند إيداع النفقة في الفروع المختلفة خصوصا في المناطق النائية والبعيدة، الخدمات المصرفية اللي ممكن يكون بنك ناصر الاجتماعي بيقدمها للمطلقات، للأرامل، لأصحاب المعاشات، وأسئلة كتيرة جدا. والأستاذ هشام وحيد بفكر حضراتكم
انه ده اول ظهور اعلامي له ان شاء الله هيكون معانا النهارده في صباح دريم. لكن خلونا نطلع نسمع اغنيه بمناسبة زي ما قلنا كده يعني العاشر من محرم 1439. بنفتكر كل الأعياد الجميلة، بنفتكر دائما وأبدا أنه أن تعطر لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو أجمل شيء يمكن أن تبدأ به يومك. الفنان الجميل ماهر زين صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم مجموعة من الأناشيد والأغاني الجميلة جدا. تعالوا نسمع مع بعض كده بعض الجمال والصفاء قبل ما ندخل في الأخبار والسياسة. ويا نبي سلام عليك. بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. خير رسل ربي من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. صباح الفل والخير والهنا والبركة إن شاء الله على حضراتكم جميعا، ومرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين. خلونا ندخل في مجموعة أخبارنا لهذا الصباح، هنمشي فيها بشكل سريع لأن عندنا أخبار كتيرة وعندنا تقارير كمان. الحقيقة حضراتكم عارفين أنه ملف حقوق الإنسان من الملفات اللي في العالم كله دائما بتطرح نفسها على الساحة، وعادة ما تقيم الدول بناء على مدى حقوق احترامها لحقوق الإنسان. في مصر هنا عندنا ما فيش شك ان كان عندنا مشاكل في ملفات حقوق الإنسان، وما زال عندنا مشاكل طبعا، ولكن في نية حقيقية للتعامل الجذري مع هذا الملف والتقدم به قدما إلى الأمام. الرئيس امبارح استقبل الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. الحقيقة انه يعني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان استاذ محمد فايق سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي اللي اعده المجلس عن عام 2016-2017، كان فيه او كان متضمن اهم التحديات اللي بتواجه حقوق الانسان في مصر ومقترحات للتعامل معها. انا اتمنى انه هذا التقرير يعني بعد ان تتم طبعا مراجعته من الرئيس، اتمنى ان هو يتم نشره، انا ما اعرفش اتنشر ولا لا، بس اتمنى انه يتم نشره في الـ يعني المواقع والجرائد الرسميه، لانه مهم جدا انك تعرف اخر سنتين اشتغلنا ازاي على هذا الملف. الرئيس الحقيقه وهو في اجتماعه مع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان اكد على محوريه الدور اللي المجلس القومي لحقوق الانسان بيقوم بيه، خصوصا في ضوء المرحلة الراهنة اللي الدولة حريصة فيها انها تعلي وتعزز قيمة حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وانه الحكومة المصرية بتسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق بالفعل من امن واستقرار مجتمعي. الرئيس كمان اكد على حرصه على الاستماع لرؤية المجلس القومي لحالة واوضاع حقوق الانسان في مصر، دراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن، لأنه المجلس ده بيصدر تقرير بيتكلم فيه عن وقائع بعينها وبيتكلم فيها بيدي فيه توصيات طبعا زي أي تقرير رسمي بيطلع. فالرئيس قال أنه مهتم أنه يقرأ التوصيات دي ويعرف المجلس بيوصي بإيه. خلال اللقاء الحقيقة كمان رئيس المجلس القومي استعرض أهم المجلس القومي لحقوق الإنسان استعرض أهم ملامح هذا التقرير اللي المجلس أعده، والحقيقة أنه جاي في نص هذا التقرير، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه في إشادة بما شهدته الفترة اللي بيتناولها التقرير زي ما قلنا 2016-2017 من عدد من الإيجابيات بحسب وصف هذا التقرير. زي إيه مثلا؟ هو برضو عشان يعني لما حد يقول لك إحنا بنتقدم في ملف حقوق الإنسان تبقى فاهم زي إيه. زي على سبيل المثال صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، زي مثلا إصدار عدد من التشريعات اللي بتساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، زي على سبيل المثال تبني الدولة لخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة. وأنا مبتسمة هنا لأن أنا عارفة إنه موضوع الإصلاح الاقتصادي ده الناس هتقولك هو ده من حقوق الإنسان، ده جاي على حقوق الإنسان، لكن هو واقعيا أصل الإصلاح الاقتصادي ده مفهوم الأكبر الكبير، هو تحته كمان بتندرج تحته حاجات كتيرة جدا زي من ضمنها الحماية الاجتماعية اللي احنا بنتكلم عليها، انك بتزود اعداد المستفيدين من تكافل وكرامة، المعاشات المختلفة وهكذا، كل البرامج دي كلها على بعضها كده بتندرج تحت الحماية الاجتماعية اللي هي بتندرج تحت الاصلاح الاقتصادي. زي على سبيل المثال كمان ان مصر كانت حريصة انها تهتم بالطبقات الاقل دخلا والاكثر احتياجا عن طريق زي ما قلنا برامج واجراءات دعم مختلفة. الحقيقة انه رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان كمان اكد انه الجهود اللي بتقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في هذا البلد، وإنه ده بينعكس إيجابا على حالة حقوق الإنسان. ما هو حق الإنسان يا جماعة مش بس إن هو يأكل كويس، يتعلم كويس، يتعالج كويس، يعيش في بيئة نظيفة، حق الإنسان كمان، وربما في ناس حتى بتذهب برؤيتها أو باعتقادها إنه ده الحق الأبرز والأهم، إنه يعيش آمن، إنه يعيش في بلد لو شاءت لها الظروف وقدر يعني قدرت لها الظروف إنها تحارب بالإرهاب إنها تبقى عارفة ومطمئنة إنه لديها من قوات الأمنية والجيش والشرطة من القوة إنها قادرة بتصد ده عننا، وبالتالي عنصر الأمن هنا مهم جدا، وده من أهم المحاور اللي جاية في هذا التقرير الذي صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان 2016-2017.
بمناسبة بقى الحريات وبمناسبة القومي لحقوق الإنسان وبمناسبة هذا التقرير المهم جدا، من ضمن الأمور اللي بنتكلم عليها طبعا طول الوقت فكرة بناء الكنائس، ترميم الكنائس، حق إخواتنا المصريين المسيحيين في يعني إقامة شعائرهم بكامل الحرية المنوطة لهم، وفكرة طبعا وقانون بقى الكنائس الموحدة وكل القوانين اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا سنوات طويلة جدا. الحقيقة انه بهذه المناسبة دكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بحسب كلامه وجه أو قواتنا المسلحة الحقيقة بذلت جهود كبيرة جدا في إعادة بناء وترميم كنيسة بني مزار اللي تعرضت لحريق وتلف هائل طبعا، وإحنا كنا فاكرين ده وشفنا ده أياميها بالصور. وقال هنا الجملة، قال أنا جيت هنا لما كانت الكنيسة محروقة، لكن أنا دلوقتي مش قادر أصدق الروعة اللي أنا بشوف بيها الكنيسة بعد الترميم. كان في افتتاح للكنيسة الإنجيلية في بني مزار بعد ما ترممت بجهود القوات المسلحة المصرية، وقال فيها أنا كنت في اجتماع مع الرئيس من أسبوعين أو بعد أسبوعين، وقال إنه يعني هو بيقول إن الرئيس قال له في الاجتماع ده، قال له إذا كان الله أعطى للإنسان حرية أن يعبده أو لا يعبده، فهل لأي إنسان أن يأخذ الحرية من إنسان؟ وبوصف الدكتور أندريا زكي الحقيقة بيقول إنه المعنى ده معنى عميق جدا، ومعنى بيدل إنه هذا الرئيس عنده إيمان حقيقي بالحرية، حرية الفكر والاعتقاد، حرية أن تختار ديانتك، أن تعبد الله كيفما تشاء. هو بيقول كمان أنا بتصور وإحنا بنفتتح هذه الكنيسة إن إحنا بنعبر عن أحد معاني الحرية في مصر. في نفس الوقت كمان القس رفعت فتحي وهو السكرتير العام للطائفة الإنجيلية في مصر كان بيتكلم على فكرة إنه لازم الكل يطرد البأس واليأس أو اليأس عفوا البؤس واليأس وكل إحباط وكل شكوى من داخلنا، لازم نتحلى بالرجاء والأمل لأننا على ثقة بأن الله تعالى يستطيع أن يصنع الكثير لهذا البلد الذي نعيش فيه. وكان بيتكلم كمان في كلمته الحقيقة أنه الكنيسة ليست مجموعة منعزلة أو متقوقعة على ذاتها، بل هي ملح الأرض. الكنيسة الإنجيلية طبعا دي بتعد آخر دور العبادة ومنشآت المسيحية اللي انتهت بالفعل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا. احنا بنتكلم على 69 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاثة في مصر عندنا، أرثوذكسية وإنجيلية وكاثوليكية، اللي كانت اتعرضت للتخريب والحرق والتدمير. خلينا نتكلم في يعني مضمون قريب من ده لكن السياق مختلف. كنت بقول لحضراتكم انه في البدايه انه طبعا في عاشوراء بين كل سنه بيظهر بعض المتشددين والمتعصبين من الشيعة ده في كذا بلد في العالم يعني، والشيعة الحقيقه تعصبهم بيبدا من درجه يعني قليله قوي الى اقصى بقى درجات التعصب، اللي الحاجات القديمه بقى المشاهد اللي احنا عارفينها دي، اللي هو كانوا بيوصلوا ان هم يوم عاشوراء ده يمسكوا الجنازير ويقعدوا يضربوا نفسهم لغايه ما ينزلوا دم عشان حزنا على استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه تعالى وارضاه وغيره. الحقيقه انه في، مش عايزه اكبر بس الكلام، مش عايزه اقول معركه، بس في جدال حصل واشتعل بين السلفيين والشيعة في الوقت نفسه اللي في ائتلافات سلفية مناهضة طبعا للمد الشيعي والتشيع، أعلنت أنها النهاردة الحد هتكون موجودة في محيط مسجد الحسين لرصد ما أسموه بتجاوزات الشيعة. في نفس الوقت ده قيادات شيعية معينة أعلنت تحديها لتلك الائتلافات وقالت لك احنا رايحين النهاردة نحتفل بعاشوراء بطريقتنا الخاصة وبالطريقة اللي احنا شايفينها في ذكرى عاشوراء في مسجد الحسين. وزارة الأوقاف هنا كان ليها قرار أصلا مسبق من كام يوم فاتوا، قرارة وزارة الأوقاف المصرية أعلنت أمس السبت إغلاق مسجد الإمام الحسين وفتحه فقط قبيل كل صلاة، وأول ما الصلاة تخلص هنقفله، نقفل المسجد. معلش احنا عندنا هو يوم واحنا ما بنقفلش المسجد والعياذ بالله أمام الصلاة والمصلين، احنا بس بنقول إنه عشان ما يحصلش إيه، يعني حضراتكم عارفين اشتباكات تحصل وده سلفي مع ده شيعي وهكذا، فإحنا بمنقى عن ده. طبعا في زي ما قلنا ائتلافات سلفية أعلنت أنها تكون متواجدة في النهاردة في ذكرى عاشوراء، وأن هم رصدوا تحركات لبعض الشيعة في الحسين.
خليني أقول بعض التصريحات كده، أنه مثلا السيد وليد إسماعيل وهو مؤسس ائتلاف الصحابة وآل البيت قال أنه لو رصدنا أي قيادات شيعية في مسجد الحسين إحنا على طول هنبلغ الأجهزة الأمنية عشان نمنع قيامهم بطقوسهم الخرافية. وهنا الحقيقة دي حاجة تحترم، فكرة أنه مفيش تهديد ان احنا نستخدم عنف، ان احنا نتشابك، ان احنا نلسن على بعض، مفيش الكلام ده. هو الراجل بيقولك احنا موجودين لو رصدنا انه في محاولات من الشيعة ان هم يعملوا الحاجات اللي بيعملوها دي احنا هنبلغ الامن والامن يتصرف على طول. وقال انه، وخدوا بالكم بقى من التصريح الجاي ده، بيقولك انه في بعض المشاهير من الشيعة يعني بحسب كلامه بيقول على رأسهم الطاهر الهاشمي وعماد قنديل ومحمود جابر ان هم بيذهبوا الى مسجد الحسين في هذا اليوم من كل عام لاظهار انفسهم وبيحاولوا ياخدوا صور لنفسهم بجانب الضريح. طيب ايه الغريبه في كده؟ يعني ما اي حد ممكن يبقى عايز يروح ضريح يصلي ويتصور جنبه او كده، ايه الغريبه في كده؟ بحسب كلامه انه بعد ما بياخدوا الصور دي بيبعتوا الصور دي لمنظمات مشبوهه وان هم بياخدوا على حسها تمويلات بحجة ان هم كده نجحوا او بيحاولوا او بيسعوا لنشر التشيع في مصر خلال المناسبات الكبرى طبعا اللي هي كذكرى عاشوراء. دي طبعا اكبر مناسبة دينية عندنا في مصر فيما يتعلق بجزئية الشيعة واحتفالهم وكده. والحقيقة انه تقريبا كل الاطراف اكيد باستثناء الشيعة، يعني اكيد كل الاطراف الحقيقة مرحبة جدا بقرار وزارة الاوقاف بغلق المسجد عقب كل صلاة النهاردة. من ارض برضه من الناحيه الثانيه الداعيه السلفي سامح عبد الحميد بيقول انه هيكون في زي ما قلنا تواجد سلفي في محيط مسجد الحسين، هنرصد ونوثق اي تحركات للمتشيعين وهنفضح اي محاوله لاقامه البدع الشيعيه او تحويل المساجد ل يعني لطميات والحاجات اللي هي الممارسات اللي بتحصل دي، او ان احنا نقعد نطلق للناس خرافات من يزعمون انهم يحبون آل البيت وانه غرضهم الاساسي هو نشر التشيع على يد من تمولهم ايران بحسب وصف الداعيه السلفي. دي يمكن اخر الاخبار. هو كمان بيقول الشيخ سامح عبد الحميد بيقول انه في رصد الكتروني، ان احنا الكترونيا كمان رصدنا مواقع وصفحات للشيعة بنحاول نعرف منها اي تحركات او تجمعات شيعية واي اعلان عن اي فعاليات في المساجد، وان احنا بنرصد على الارض المساجد المتوقع انه الشيعة يروحوا لها، وده لكشف مخططاتهم وفضح افعالهم وتوثيقها بالصور والفيديو عشان تكون دي ادلة موجودة نقدر نقدمها للجهات المعنية زي الازهر الشريف زي الشرطة والاجهزة أمنية أو إقامة دعاوى قضائية ضدهم. على النقيض الآخر بقى، ده طبعا إيه التيار السلفي أو يعني من يتبعون التيار السلفي. على النقيض الآخر في تباين داخل التيار الشيعي، مش كل الشيعة على فكرة موافقين إن هم يعملوا يعني جو احتفالي في اللي بيحصل أحيانا من صريخ ولطم والعياذ بالله وغيره. في فريق منهم أعلن إنه متحدي قرار غلق المسجد الحسين وقال لك احنا رايحين النهارده لحد يعني رايحين هنحتفل بذكرى عاشوره. في مثلا عماد قنديل وهو قيادي شيعي قال انه لن يذهب لمحيط الحسين احتراما لقرار وزاره الاوقاف، برضو الحق يعني يتقال ان هو طلع التصريح ده. في حاجات تانية كتير، في جمله مش عايز اقولها بس يعني لو تفتكروا حضراتكم مهدي عاكف الله يرحمه بقى هو بين ايدين ربنا دلوقتي، الجمله الشهيره اللي قالها طز فيه أكملوا أنتوا، أنا ما أقدرش أقولها الحقيقة يعني. على غرار هذه الجملة اللي كان نطق بها مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، خرجت أمس الأحد قيادية شيعية تقريبا بنفس المصطلح اعتراضا منها على إغلاق وزارة الأوقاف مسجد الحسين عقب كل صلاة تزامنا مع ذكرى عاشوراء. هي القيادية الشيعية رانيا العسال، لها اسم شهرة بنت زينب، قالت انه بيتم الان او تم الان غلق ضريح الحسين بالقاهره ومنع الصلاه فيه، فما داموا بينكروا انه ما فيش شيعه في مصر امال هم خايفين ليه؟ وطز في الدستور وطز في المواطنه. هذه هي تصريحات العسال او المعروفه ببنت زينب يعني كما ذكرت الاخبار. دي مجموعة الأخبار اللي موجودة المتعلقة يعني بالنهاردة. تاني بنقول إن شاء الله بإذن الله يا رب يعني
يعني نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ونقتدي بس بسنه اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام وباحفاده وبالصحابه وال البيت ونصلي ونعمل اللي علينا باذن الله، وممكن بالليل نعيد على بعض وناكل طبق عاشوره حلو كده. يعني اهم من كل التكتيكات السياسيه دي، وهنقف وهنعمل وهنسوي وطز في الدستور وما اعرفش ايه، يعني ايه دايما الدخول كده في الدخول السياسه مع الدين كده تحس انه دايما وراه قلق كبير قوي. نروح للعراق. مكتب سيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي امبارح السبت اصدر مساء السبت امبارح اصدر رساله مهمه جدا للشعب الكردي. انا بشوف الرساله في منتهى الاهميه. حضراتكم عارفين طبعا، معلش بنفكركم، لانه ده المشهد الاهم في المنطقه على الناحيه الاقليميه الان فيما يتعلق باستفتاء كردستان. حضراتكم عارفين طبعا انه الاستفتاء كان فيه كلام كتير جدا عليه، والاتحاديه العراقيه الدوله العراقيه او النظام العراقي يعني كان قال انه مش هيحصل هذا الاستفتاء. حصل بالفعل هذا الاستفتاء يوم الاثنين اللي فات ده واتعمل وتمام. الحقيقه انه مكتب رئيس الوزراء العراقي طلع بيان انا بشوفه مفاجئ شويه. يعني احنا بقالنا فتره في حاله تحدي، هنعمل هنعمل استفتاء كأكراد وهننفصل باقليم كردستان وستسمى دوله كردستان الكبرى. لا مش هتعملوا استفتاء. طب عملنا الاستفتاء اهو، طب هنعمل لكم حظر جوي، طب هنعمل كذا، طب انتوا مش عارف ايه. يعني في تحدي. البيان امبارح الحقيقه مختلف جدا. بيان رئيس الوزراء العراقي بيوجه رساله للاكراد بيقول لهم انتم مواطنون من الدرجه الاولى، ولن نسمح بالحاق اي اذى بكم، وسنتقاسم رغيف الخبز سويه. ده بيان الحقيقه في منتهى الاهميه. بيان مكتب اللي صدر من مكتب العبادي نشر باللغه الكرديه، يعني هو كمان رايح لهم باللغه بتاعتهم. بيقول لهم نصا كده الى شعبنا في اقليم كردستان، نحن ندافع عن المواطنين الكرد كما ندافع عن جميع العراقيين، ولن نسمح بأي اعتداء عليهم، والسيطرة على إيرادات النفط في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية هي لتأمين رواتب الموظفين في كافة مناطق الإقليم. بعتقد أنه البيان في منتهى الأهمية، وفكرة أو الوتر اللي كان البعض بيحاول يلعب عليه أصل أنتوا بتحتكروا النفط، هو اتكلم فيها بمنتهى الصراحة رئيس الوزراء العراقي وبيقول لك ده عشان نقدر نأمن بيها مرتبات. خدوا بالكم يا جماعه، ما العراق برضه اقتصاديا ضايعه، يعني تعبانه جدا، يعني بلد بقالها من 2003 بتحارب، فيعني فالدنيا صعبه جدا. اوضح رئيس الوزراء العراق ايضا ان الحكومه المركزيه ستحافظ على كافه حقوق ومكتسبات المواطنين، ومن ضمنهم ده بحسب البيان مواطنو كردستان، وانه اي قرار يصدر سيأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الكردي، وأننا لن نسمح بأي تهديد يتعرض له مواطنو الإقليم. هذا بيان مهم جدا. خلونا ناخد هاتفيا الكاتب والمحلل السياسي خالد الناصر. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. والحقيقه انه يعني لا ادري اذا كنت تشاركني يعني الاندهاش قليلا بهذا البيان الذي صدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي في الوقت الذي يعتقد فيه الجميع انه الدوله العراقيه تحاول جاهده كتم اصوات الاكراد وسلبهم من حقوقهم، فياتي هذا البيان مساء امس مؤكدا انه الدوله العراقيه حريصه كل الحرص على امن وسلامه الاكراد، وانها لن تسمح ابدا لاي جهه ما أن تسلبهم حقوقهم، وأننا مستعدون لأن نتقاسم معا رغيف الخبز. كيف رأيت هذا البيان الذي صدر مساء أمس أستاذ خالد؟ نعم، صباح الخير عليك منا، وصباح الخير على شعبنا الشقيق في مصر وعلى أخواننا في الوطن العربي. وبالحقيقة هذا الأمر هو يعني أصل ليس له وجود، ان يعني بمعنى ان السيد رئيس الوزراء لم يكن ينوي معاقبة الشعب الكردي ابدا. لكن هناك قضية مهمة جدا يجب ان ينتبه لها الجميع، خصوصا في خارج الرأي العام خارج العراق. ان السيد مسعود البرزاني هو بالأصل قد انتهت صلاحية ولايته منذ سنتين،
وهو الآن في منصب بشكل غير شرعي وغير دستوري. لذلك حاول إثارة هذا الملف من أجل إثارة عواطف قسم الأفراد في شمال العراق من أجل الاستحصال على الشعبي والشرعية الشعبية بعد أن فقد الشرعية الدستورية. وذلك عملت ماكينة الإعلامية لديهم في ترويج ان بغداد تنوي تجويع الشعب الكردي والتنكيل تجويع والتنكيل بالشعب الكردي، هكذا كانت الصوره. نعم تظهر. نعم للراي العام. عملت على هذا، لكن بالحقيقه نحن نشكو في بغداد لا يوجد هذا الشيء اطلاقا. بالعكس اراد السيد مسعود برزاني ان يختزل اراده الشعب الكردي واراده القوى السياسيه في كردستان وإرادة كل الفعاليات الجماهيرية والمجتمعية من برأي واحد وبفرد واحد كي يستطيع أن يبقى في المنصب رغم أنه فقد شرعيته منذ عامين. لذلك أراد أن يخلق هذا الجو، ثم اضطر السيد العبادي وكذلك حتى لا ليس فقط السيد العبادي، حتى الأمس المرجعية الدينية في النجف كذلك القوى السياسية أكدت على هذا المفهوم، اننا ليس لدينا اشكال مع الشعب الكردي وليس لدينا اشكال حتى مع القوى السياسيه العامله في كردستان ومن ضمنها الاتحاد الوطني الكردستاني وحركه التغيير والجماعه الاسلاميه والحزب الاسلامي الكردستاني وغيرهم. ما عندنا مشكله معهم، مشكله حقيقيه مع شخص اراد ان يختزل اراده كامل الكم من القوى السياسيه والشعب في اراده شخص واحد لكي يحقق شرعيته، وهذه هي الرساله التي يجب ان تصل الى الشعب. سيد خالد اسمح لي، ما تذكره الان هو كلام في منتهى الخطوره والاهميه لانه قد يغير النظره العامه عن ما يحدث في العراق بين الدوله العراقيه و يعني القائمين على اقليم كردستان. اسمح لي هنا في السؤال، يعني إذا ما كنت تذكره الآن وهو يعني يدعم بشكل كبير نص البيان الذي جاء من مكتب من السيد حيدر البغدادي العبادي عفوا رئيس الوزراء العراقي مساء أمس، وفكرة إنه الدولة العراقية أبدا لم ولن تكن تنتوي أن يعني تتشابك أو تدخل في جدال أو مشاكل مع الأكراد، بل بالعكس وإنها تسعى دائما إلى حماية حقوقهم. إذن كيف لنا الآن أن يعني نواجه محاولات إثارة القلاقل والفتن على الأرض إذا كنا الآن متأكدون أن هناك أطرافا تسعى لبث الفتن بين أبناء الشعب العراقي وتفتيت الدولة العراقية؟ كيف نستطيع الآن أستاذ خالد أن نحاول قدر الاستطاع أن يعني نعيد لم شمل الدولة العراقية مرة أخرى في ظل ظروف صعبة الحقيقة تمر بها العراق؟ نعم، انا دعوني اعطيكم بعض المعلومات الحصريه لقناتكم الكريمه. انا بالامس مساء اتصل بي عدد من النواب الاكراد بحكم علاقتنا التي تربطنا بهم في علاقه اعلاميه وسياسيه وغيرها. اتصلوا بي بالامس عدد من النواب من الجماعه الاسلاميه ومن حركه التغيير ومن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وقالوا لي التالي: اولا الجماعة الإسلامية أنهت اجتماعها بالأمس وقرروا العودة إلى بغداد لمباشرة أعمالهم كأعضاء النواب في البرلمان الاتحادي في بغداد. اتحاد الوطن الكردستاني كذلك حسم أمره وسيعود، وكذلك التغيير هو في طور الوصول إلى مثل هكذا قرار. الأحزاب الكردية تعلم جيدا أن هذه المشكلة من استعلها هو السيد مسعود، ولذلك لا يمكن أن يضعوا كل عنبهم او كل ما يملكون في سلتي. وانا اقول وبالشمل الان الاسبوع القادم سيشهد انفراجة كبيرة على المستوى السياسي على الاقل وعلى مستوى التواصل بين بغداد واربيل، وهذه المشكلة ستحل لان هناك حكمة كبيرة تعاملت بها بغداد وتعامل معها السيد رئيس الوزراء، كذلك تعامل معها
هذه أخبار هامة جدا سيد خالد، اسمح لي أؤكد عليها يمكن لزملائي أيضا، لأنه هذا خبر يعني كما ذكر لنا الكاتب والمحلل السياسي خالد الناصر، وهذه أخبار حصرية في صباح دريم. إذا بالأمس كان هناك تحركات على الأرض، محاولات للم الشمل بين بغداد وأربيل، ومن المتوقع إن شاء الله الأسبوع القادم أن تكون هناك انفراجة كبيرة في العلاقات، وأنه السادة النواب في سواء الممثلين الجماعات الإسلامية والنواب الأكراد أيضا الآن يعني بيجري تواصل مباشر بينهم لمحاولة حل الأزمة القائمة بين الدولة العراقية وبين إقليم كردستان، أو بين يعني بغداد وأربيل بمعنى أدق. نعم تفضل يا فندم. نعم 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 نعم، فيبقى فقط حزب السيد مسعود برزاني، وهذه هي العقدة، أن السيد مسعود برزاني يعلم جيدا وهو متأكد أنه إذا يعني فتح باب الحوار أو إذا القضية قد حلت، فبالتالي هو أمام يعني بمواجهة إحقاق دستوري، وهو إجراء انتخابات برلمانية واختيار رئيس إقليم جديد، وهو لا يحق له الترشيح على رئاسة الإقليم، وبالتالي هو أمام استحقاق مهم بأن يتنحى عن السلطة داخل الإقليم. هل إجراء هذا الاستفتاء كان دستوري من الأساس سيد خالد؟ نعم، نرجع على الاستفتاء بكل مقاييسه هو غير دستوري، هو ليس غير دستوري من حيث الأصل أو المعنى، غير دستوري من حيث الإجراءات ومن حيث الجهة التي قامت بالاستفتاء. لأن البرلمان الكردستاني برلمان معطل منذ سنتين بسبب ضغط من السيد مسعود، وكذلك هو السيد مسعود نفسه هو خارج عن الولاية منذ سنتين في عام 2015، هو ويترأس الإقليم دون وجه حق ودون أي سند دستوري أو قانوني. نعم، إذن كانت هذه أخبار مهمة، إن شاء الله نتواصل معك في القريب العاجل لمعرفة آخر التطورات. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي خالد الناصر، مؤكدا لنا أنه بإذن الله تعالى هناك انفراجة يعني قريبة بين بغداد وأربيل، نتمنى إن شاء الله أن تحدث هذه الانفراجة في القريب العاجل، وأن يتدخل العقلاء لاحتواء الأزمة. الدولة العراقية تمر بالكثير من المشاكل، وهي ليست بحمل مشاكل يعني أخرى. يبقى حزب مسعود برزاني اعتقد انه يعني ده دلوقتي الرهان هيكون عليه دلوقتي اعضاء الحزب، هل سيؤيدون او سيكملون مسيرتهم في تأييده ام سيكون لهم موقف اخر ربما. بمناسبه الانفصال، انا ما اعرفش حكايه الانفصال، في حمى انفصال كده حاصله في العالم، في كده حاجه حاصله يعني كردستان العراق اكراد سوريا اتكلمنا عنهم من امبارح، حضراتكم عارفين ان كاتالونيا كمان في اسبانيا دلوقتي يعني بيقول لك هننفصل عن اسبانيا. امبارح بالليل ممثل الحكومه الاسبانيه في كاتالونيا انريك ميو طلع بيان قال فيه ان الشرطه ختمت بالشمع الاحمر اكتر من نصف مراكز الاقتراع اللي هي اصلا عددها 2300 في كاتالونيا، وان السلطات الانفصاليه عايزه تنظم استفتاء محظور النهارده الحد، وانه اطلع كمان زي بيان كده للصحافه الاجنبيه في مقر الشرطه انه من اصل 2315 مركز تصويت ختم، من بين مراكز تصويت 2315 مركز تصويت في 1300 مركز اتشمعوا بالشمع الاحمر، وانه الحكومه الاسبانيه في كاتالونيا قالت انه في 163 من المراكز دي بيحتلها ناشطون بيحق لهم مغادرتها لكن ما يقدروش يدخلوها. وطبعا الانفصاليون كاتالونيون اللي من كاتالونيا يعني دخلوا عشرات المدارس اختاروها علشان تبقى هي مراكز تصويت بهدف منع الشرطه من اغلاقها، عشان ما يقدروش يعني بيحطوا الشرطه قدام الامر الواقع، دي مدارس فهيقفلوها ازاي. وطبعا في استفتاء هناك او محاولات الاستفتاء بتثير خلافات كبيره جدا في هذا الاقليم، اقليم كاتالونيا بس للي ما يعرفش هو اقليم غني جدا موجود في شمال شرق اسبانيا. المسؤولين في كاتالونيا عايزين يواجهوا الحكومه المركزيه ويحطوها كده قدام اكبر واحده من اكبر الازمات اللي ممكن تكون اسبانيا اصلا من ساعه ما قالت يا ديمقراطيه تكون شهدتها من بعد وفاه الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو، ده كان 1975 تقريبا، وفي انقسامات طبعا كتيره بين شعب كاتالونيا نفسهم، في منهم عايز وفي منهم مش عايز انفصال وفي منهم مش عايز انفصال. احنا خبر ليبيا معانا يا شباب باتصال ولا؟ طيب نروح الى عندي بس عشان الوقت عايزه نمشي كده في وقت اخبار سريعه.
وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع عدد كبير من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو. احنا كل ده طبعا شغالين، دي كلها جهود بنشتغل عليها عشان هي طبعا دي المنظمات دي هتتولى عملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة. ده في إطار الجهود اللي مصر بتبذلها الحقيقة لدعم الوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا لهذا المنصب. كان في بيان صحفي صدر تأكد فيه انه الاتصالات شملت ايضا عدد من الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، يعني لتقديم الشكر على التزامهم بالموقف الإفريقي موحد بدعم مرشحة مصر وإفريقيا وتشجيعهم على الترويج للوزيرة مشيرة خطاب في اتصالاتهم مع الدول الأخرى. خلينا نروح كده لشوية اقتصاد، مش كتير يعني بس شوية اقتصاد، بس خبرين مهمين. بنك مركزي طلع بيان اتكلم فيه على ارتفاع صادرات مصر للاتحاد الأوروبي ل 32 مليار جنيه. بلغة بسيطة جدا، باللغة الاقتصادية البسيطة جدا عشان تعرف انت، احنا طبعا عندنا ميزان مدفوعات وعندنا العجز، نسبة العجز، وعندنا يعني في مصطلحات كتيرة جدا. بالنسبة لأي حد يعني بيحاول كده يشوف الصورة مصر موقفها الاقتصادي ايه بالظبط، هيبص للإيرادات ويبص للصادرات. طول ما احنا بنستورد أكتر ما بنصدر احنا عندنا طبعا مشكلة كبيرة جدا، طول ما احنا بننتج وبنصدر أكتر ما بنستورد فإحنا كده وضعنا الاقتصادي بيتحسن. ده يعني بمنتهى البساطة. الحقيقة إنه آخر البيانات بتقول والتقارير الاقتصادية بتؤكد إنه صادرات مصر للاتحاد الأوروبي ارتفعت ومسجلة دلوقتي 1.84 مليار دولار، اللي هو ما يعادل حوالي 32 مليار جنيه، ده خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية، مقارنة ب 1.35 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي برضو الماضي اللي هو 2015-2016. يعني بنتكلم هنا على ارتفاع حوالي 500 مليون دولار. ده أحدث التقارير الصادرة على البنك المركزي المصري. طبعا احنا عارفين انه مصادر الدخل القومي بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري هي يا جماعة الحصن الحصين والهام عشان تقدر الدولة تدبر بيها الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج. في ظل وقت زي ما بقول لحضراتكم احنا عندنا واردات مصرية بنستورد بما يقدر بحوالي 70 مليار دولار، ده خلال العام الماضي بس، فدي ده رقم كبير جدا ومرهق جدا على الموازنة العامة للدولة، لجانب طبعا وظيفتها المهمة الأخرى في دعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي اللي في المركزي اللي بنستخدمه إمتى؟ إمتى البلد بتلجأ إلى الاحتياطي اللي بيبقى بالعملة الأجنبية؟ في حاجتين، إما في أوقات الأزمات لا سمح الله أو في أوقات سداد مديونيات مصر الخارجية، لأن أنت طبعا أي دين وأي قرض وأي حاجة عليك بتسددها بالعملة الصعبة طبعا مش بالجنيه المصري. مصادر العملة الصعبة طبعا اللي هي مهمة للبلاد احنا عارفين انها استثمارات اجنبية مباشرة، ايرادات قطاع السياحة، رسوم عبور قناة السويس، تحويلات العاملين المصريين في الخارج، ايرادات الصادرات زي ما بقول طبعا لجانب المساعدات والمنح والودائع من دول كثيرة اللي ممكن تكون دعمت ارصدة الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة الماضية. ده كان خبر مهم جدا نقلا عن احدث تقارير البنك المركزي. عندي تقرير بس عايزة نخليه بكرة عشان ده هياخد وقت. ده طيب احنا معانا تقرير الحقيقة مهم عن مستجدات الاقتصاد في المصري في أسبوع، بس خلينا فعلا نأجله لبكرة لأن ده محتاج شرح شوية، محتاج يكون معانا بعض السادة المسؤولين الخبراء الاقتصادي يشرحوا لنا بعض الأرقام اللي جاية فيه، لأنه صادر عن يعني عندنا حاجات متعلقة بالاقتصاد الكلي ولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض. هنأجل الخبر، هستأذن حضراتكم نأجله لبكرة إن شاء الله لو لينا عمر، لأنه فعلا خبر اقتصادي من العيار التقيل جدا مهم إن احنا نستفيد منه. نروح إلى خبر آخر. حاضر. نروح إلى خبر آخر مهم جدا. حضراتكم امبارح سمعنا كلنا المؤتمر الصحفي، اتفرجنا عليه، المؤتمر الصحفي اللي كان فيه إعلان للنتائج النهائية، التعداد النهائي للسكان 2017 في مصر. وامبارح طول اليوم الناس قاعده بتتكلم بتقول لك احنا وصلنا ل 104 مليون 93 او 94 مليون جوه مصر وحوالي 9 مليون وشويه بره مصر وبقينا 104 مليون والرقم ده وهكذا. الرئيس ما طلعش على الستيج قال كلمه وهو قاعد، في كلمه مهمه جدا قالها، فكره
واحنا علقنا عليها كده في الدقائق الاخيره من حلقه امس، فكره انت بتحس بايه كده لما بتسمع او بتشوف ان واحده عندها 12 سنه، بنت، طفله ممكن يبقى عندها 12 سنه يجوزوها، اهلها يجوزوها عشان طبعا بقى موروثات ونسطر البنت او عشان نستفيد منها او عشان نبيعها بيع مقنن بس تحت اسم الجواز الزواج، فما بيبقاش عملنا حاجه حرام او غلط، او بقى ايا كانت الاسباب ايه، او نخلص من همها، نخلص من مصاريفها الى اخره. احساسك ايه كده لما تشوف البنت دي وهي الطفله دي، انت مش بس اديتها لقب متزوجه وهي طفله، انت كمان ممكن ان الطفله دي تحمل لقب مطلقه متزوجه ثم مطلقه او ارمله. البنت دي الطفله دي ممكن تحمل وتخلف. النقطه دي كانت مهمه جدا الحقيقه. النيابه الاداريه احدث قضاياها المهمه اللي اشتغلت عليها بقالها فتره الحقيقه، شغال عليها يعني مش بالامس، ولكن احنا سعداء ان احنا دلوقتي هيكون معانا هذا الخبر الحصري من احدث تحقيقات وقضايا هيئه النيابه الاداريه، الهيئه الموقره. هي انه النيابه الاداريه امرت، هقول كده نبذة سريعة على الخبر وناخد هاتفيا طبعا ايه الاتصال اللي بيشرح التفاصيل كلها بالشكل الدقيق. النيابة الإدارية أمرت بإحالة إمام مسجد الأربعين في قرية ميت حبيب في مدينة المحلة الكبرى. ليه بقى؟ للمحاكمة العاجلة. ليه؟ خلفية على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقرب من 27 بنت من الفتيات القاصرات. إمام مسجد هو اللي بيقعد يجوز البنات، 27 بنت، ده اللي تعرفه، لم يبلغنا السن القانونية في القرية اللي هو بيشتغل فيها إماما لهذا المسجد والتابع للجمعية الشرعية. ده طبعا تحقيقات ومعلومات جت على تحقيقات قضية رقم 13 لسنة 2017 كان بشرها السيد الأستاذ محمد الأدهم رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الفتاح علام مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي في المحلة الكبرى. هي الخبر ده استوقفنا جدا عنده لانه في كذا شق. في شق متعلق ب زي ما بنقول انه ده الامام اللي هو يعني نتوقع منه النصيحه والدعم والمعلومه وحاجات كثيره جدا غير ان هو يجوز بنات قاصرات. في عندي شق متعلق بالفتيات الصغيرين دول لما بيتجوزوا هم قاصرات بالشكل ده مصيرهم بيبقى ايه. في حاجة في القضية كمان ودي هنقولها حالا بالتفصيل لحضراتكم، ازاي اصلا القصة اتكشفت، ازاي القصة اتعرفت، بنت اتجوزت فلما اتجوزت جوزوها وهي صغيرة، جت بعدها حملت او جم في كملت السن القانوني فاهلها قالوا لجوزها تعالى بقى يلا نشهر الجواز ام رفض. قصص كبيرة جدا، مشاكل كتيرة جدا الحقيقة. والله العظيم الواحد ساعات بيسأل نفسه بيقول هي البلد دي يعني هتلاقيها، احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ تعالوا ناخد هاتفيا للشرح والتعليق سياده المستشار محمد سمير مستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم هيئه النيابه الاداريه. سياده المستشار صباح الخير على حضرتك يا فندم. زميلنا صباح الخير يا فندم. صباح النور. القصه فيها ابعاد كثيره جدا، اتمنى حضرتك طبعا تاخد وقتك وتشرحها لنا. وهفكر حضرتك تقريبا اخر مره برضو كان في قصه او قضيه اتكلمنا فيها مع بعض واتكلمنا برضو فيها على نصاحه ووعي المرأة المصرية والأم المصرية، لأنه لو أنا مش غلطانة أنه برضو المرأة والأم المصرية هي البطلة في هذه القضية اللي رفضت الظلم لبنتها واللي فجرت الموضوع. اتفضل يا سيادة المستشار. تمام، يعني حضرتك بتشير يمكن لقضية التحرش الجنسي اللي كانت النيابة أحالت فيها أحد المدرسين للمحاكمة العاجلة على خلفية بلاغ من أم كانت هي اللي بلغت عن الواقعة بالفعل. إحنا النهاردة قدام قضية مختلفة شوية. القضية زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، هي كانت الأم قدمت بلاغ لمديرية الأوقاف بالمحلة وبتقول فيها إن في إمام مسجد جوز بنتها وهي دون السن القانونية، وإن بنتها بعد ما تمت السن القانونية وجم يعقدوا أو يعني يشيروا الجواز أو يعقدوه ويوثقوه بشكل رسمي، الزوج رفض. البنت كانت حامل وبالفعل وضعت مولودها وهي الآن أمام محكمة الأسرة في دعوى لإثبات الزواج العرفي وإثبات النسب. حقيقة الأمر أنا ما أقدرش أقول هنا على الأم بطلة قوي، لأن إحنا عندنا الأم شريكة في الجريمة من الأساس. يعني فكرة إن القاصرة دي تزوجت بموافقة الأب والأم. لما جينا بقى نباشر التحقيقات، الجهة الإدارية بلغت النيابة، النيابة باشرت التحقيقات فيها على الفور، لقينا الآتي: إن في إمام مسجد في القرية،
مسؤول عن زواج ما حوالي 27 طفلة في القرية. زواج عرفي، بيتم الزواج بشكل عرفي مش بشكل رسمي، لأن طبعا لا يمكن توثيق الزواج إلا بالسن القانوني الرسمي اللي هو 18 سنة. فبيتم بشكل عرفي، وعلشان يضمنوا أن الاعتراف بهذا الزواج بيعملوا إيصالات أمانة، بيجعلوا الزوج يحرر إيصالات أمانة على نفسه ويضعها أمانة لدى الشخص الذي قام بعقد هذا الزواج، اللي هو في هذه الحالة المتهم اللي هو إمام المسجد. بتظل عند إمام المسجد لغاية ما يبلغوا السن القانونية وبيوثقوه بشكل رسمي وبيسترد إيصالات الأمان. لما طلبت تحريات المباحث حوالين الواقع، أكدت صحة الواقع وأكدت أن الراجل ده يعني كمان يعني بيتقاضى مقابل، في بعض الأحيان بيكون مقابل عيني كطيور ولحوم وخلافه، وأن هو بالفعل إمام مسجد القرية، وأن هو دأب على مثل هذا. وبقول لحضرتك حوالي 27 بنت، احنا بنتكلم هنا عن بنات السن من 12 ل 16 سنة، يعني أطفال. ده 12 سنة، ده السن اللي بالصدفة الرئيس امبارح كان بيتكلم فيه، انك ممكن تلاقي طفلة عندها 12 و13 سنة وتلاقيها متجوزة، وممكن تلاقيها أرملة أو مطلقة بعد كده وهي في السن بالفعل ده. بالفعل هو جه في التحقيقات حاول ان هو ينكر الاتهام، ولكن طبعا كان في توثيق، لان الحاجات حضرتك عارفة المناسبات من هذا النوع بيتم تصويرها، فكانت المناسبة مصورة بالكامل وكان موجودة على فلاش درايف، تم تفريغه، وتبين بالفعل ان هو اللي عقد عمل الاجراءات، هو اللي عمل خطبة الزواج، وكل اهل القرية شاهدوا بالفعل بان هو الذي يتولى مثل هذا الموضوع. النيابة انتهت لقرار الإحالة اللي حضرتك تفضلتي وذكرته وأحالته للمحاكمة العاجلة. ده كان الشق المتعلق بالقضية. النيابة الإدارية دورها مش بس إن هي بتحقق وبتحيل المحاكمة أو بتحفظ، إحنا عندنا دور أهم، لو هو لما بنلاقي عندنا مشكلة سواء كانت في قصور تشريعي أو في مشكلة مجتمعية مستأصلة مثل المشكلة التي أتحدث عنها اليوم، كان لابد النيابة هنا أن يكون ليها دور. فالنيابة طلعت تقرير منفصل، التقرير ده اخترى بيه الجهات المعنية ممثلة في وزارة العدل ووزارة الأوقاف ونقابة المحامين والمجلس القومي للطفولة والأمومة. التقرير ده تضمن الأول دراسة الظاهرة دي، احنا أمام ظاهرة كارثية، يعني فكرة زواج القاصرات ده طبعا خصوصا لما يجي من متهم، احنا هنا بنتكلم على إمام مسجد، الأهالي حضرتك عارفة والبسطاء في الأرياف بيجلوا رجال الدين جدا، فبيبقى هو بيستغل هذا وبيروج لفكرة، يعني هو حتى في التحقيقات كان بيقال ايه، أصل هو حاجة شرعي ما فيهاش مشكلة. لا، احنا بنتعامل في دولة القانون وعندنا قانون بيجرم فعل ما، يبقى لابد على الجميع ان يحترم هذا القانون. هو سن الزواج يا فندم شرعي كم سنة؟ ما يا فندم احنا بنتكلم في القانون 18 سنة، يعني لما القانون حدد السن 18 سنة، وهذا لا يخالف الشرع في شيء، يعني احنا ما بنتكلمش على مخالفة للشرع، احنا بنتكلم هنا على المصلحة. وفي يعني في آراء وفتاوى كثيرة جدا صدرت عن مؤسسة الأزهر الشريف بهذا الخصوص، هل من مصلحة الطفلة أن أنا أجوزها في هذا السن الصغير وهي قد يحدث عندنا آثار كارثية زي التسرب من التعليم، ارتفاع نسب الطلاق، انفجار سكاني وآثاره البالغة يا فندم، قد تحدث لها مشاكل صحية كثيرة أصلا، طفلة عندها 12 سنة أصلا تكوينها الجسدي في العمر ده غير مهيئ أنها تكون امرأة متزوجة. بالفعل كمان حضرتك كنا لسه بنناقش امبارح التقرير الخاص بالسكان، احنا بنتكلم على انفجار سكاني، لان الطفله اللي عندها 12 سنه لما هتخلف وعندها 13 14 سنه دوره الاجيال هتبقى قصيره جدا، مفيش الرعايه الكافيه، حضرتك بتقولي مشاكل صحيه طبعا بالتاكيد. حاجه كمان احب اربط بيها مع الفقره اللي حضرتك هتعمليها النهارده، زي ما حضرتك قلتي في التنويم بتتكلمي عن النفقات، كوارث واشغال محاكم الاحوال الشخصيه ودخول للمحاكم واجراءات سعيا وراء اثبات زواج عرفي واجراءات اثبات نسب ودعاوى انكار نسب، بندخل في قصه طويله جدا جدا كلها مشاكل، والاهم من ده كله اغتيال براءه الفتيات الصغيرات، دول لسه من حقهم ان هم يتعلموا، من حقهم ان هم يدوروا، ان هم يبنوا مستقبلهم ويكونوا مواطنات نافعات لبلدهم ونفسهم، من حقهم يعيشوا يا فندم، يعيشوا بالظبط بالظبط، من حقهم يعيشوا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. النيابة انتهت لبعض التوصيات، كان ان في قصور تشريع عندنا، القانون بيجرم الزواج دون 18 سنه تمام. ولكنه لم يجرم المشتركين في الزواج العرفي، لان هو ما بيعترفش بالجواز العرفي اصلا يعني القانون لا يعترف بفكره الزواج العرفي. دي نقطه خطيره سياده المستشار، اشرحها لنا بعد اذنك بقى عشان موضوع التشريع ده، لانه احنا انا دايما في القضايا دي بهتم بالتوصيات اللي حضراتكم في النيابه الاداريه بتصدروها. تمام، يعني يا فندم عندنا قانون بيجرم المأذون الذي يعقد قران الأطراف إذا كان أحد سن أحدهما دون 18 سنة. القانون هنا بيتكلم عن عقد القران اللي هو التوثيق، اللي هو بالزواج الرسمي، ما يصطلح بالتسميد الزواج الرسمي. لأن القانون من الأساس لا يعترف بالزواج العرفي، فهو ما فيش نص تجريم ليه، لأن هو بيعتبره مش موجود، لا ينتج أي أثر.
هو علاقة غير موجودة بالنسبة للقانون ولا للمحكمة. فبالتالي احنا محتاجين نص يتدخل يجرم غير المأذونين. احنا لقينا ان الظاهرة دي بيقوم بها عادة يا اما ائمة المساجد يا اما بعض المحامين مشهورين، يعني طبعا مش كل، في نسبة ضئيلة جدا من المحامين بيعملوا مثل هذا الجرم. ده ايه يا فندم؟ حضرتك بتتكلم على العرفي، الجواز العرفي؟ اه اللي هو ما الجواز العرفي فندم مش محتاج امام ولا محتاج محامي يعني لا، هو مش بيعملوه بصفاتهم الرسمية، بيعملوه يعني باعتبارهم يا اما بيعرف شوية في الدين يا اما بيعرف في القانون، فالاهالي بيطمئنوا ليه. هو نوع من التجارة يعني، حتى فيعني يقنعوا نفسهم انه ده حلال، ما بنعملش احنا حاجه حرام، حلال. بالضبط. رغم ان الاتفاقات الدوليه اعتبرت ده احد صور الاستغلال الجنسي للاطفال واحد صور الاتجار بالبشر. فلابد من وجود نص تشريعي بيجرم الاطراف، بيجرم اولياء الامور او ذوي الضحيه اذا ما شاركوا في الجريمه، لان بيبقى صعب جدا واحده تتجوز غصبا عن اهلها. لابد للاهالي دول ان يكون نطاق تجريمي معين حتى لا يتم الاتجار بالاطفال، زي ما حصل في التعديل بتاع جريمة الختان قريبا. فكرة التجريم التشريعي للأطراف المشاركة في الجريمة دي، علشان احنا عندنا فراغ تشريعي، لأن زي ما بقول حاجة القانون لا يعترف بفكرة الزواج العرفي. كمان عندنا مهم جدا فكرة التوعية. حتى الآن ما زال بعض الأهالي بيعتقد أن ده شرعا حلال ومفيش مشكلة و و و و مهم جدا المؤسسات الدينية الرسمية وعلى رأسها الأزهر الشريف وغيره، التوعية الدينية الصحيحة والتوعية الاجتماعية الصحيحة بالآثار الضارة جدا على الطفل وعلى المجتمع من نتاج هذه الجريمة. لأن طبعا ليس من الشرع وليس من الدين وليس من أي شيء أن يحدث ضرر لطفلة عندها 12-13 سنة، ضرر جسماني وضرر نفسي، وتتحمل بأعباء بيت زوجية كامل وحياة وتنتهي حياتها عند هذا الحد وينتهي مستقبلها ويحدث تسرب من التعليم، وكمان بجوزها عرفي. يعني كل اللي حضرتك قلته ده، وكمان بجوزها عرفي تمام، وحطها تحت رحمة الزوج إذا كان يشهر الزواج فيما بعد ولا لأ. صحيح. وندخل في قضايا وأزيد حضرتك من الشعر بيت. إذا كان القانون نفسه لا يعترف بأي تصرف يجريه القاصر فيما يتعلق بالبيع والشراء، يعني اللي دون 18 سنة ده مش من حقه يعمل أي تصرف قانوني وفقا للقانون، لا يبيع ولا يشتري ولا أي حاجة خالص. فإذا كان لا يبيح مثل هذا الفعل، وهو يرد على فعل مادي إنه يبيع عربية، يبيع شقة، يأجر شقة، فما بالنا في علاقة زوجية؟ يعني إحنا بنتكلم هنا عن حياة زوجية وعلاقة يفترض فيها الديمومة والأبدية. فلا بد أن يكون إرادة الأطراف حرة. أنهي طفلة اللي عندها 12 سنة اللي هتكون إرادتها حرة لإبرام عقد الزواج وهو عقد 12 سنة؟ فندم ست مستشارة 12 سنة دي أنا عايزة أجيب لها عروسة باربي، أقول لها خدي يا بنتي العبي بيها حبيبتي. والله العظيم يا فندم بجد 12 سنة دي طفلة، يعني على طفلة في المرحلة في أولى إعدادي. طيب التوصيات دي يا فندم في حاجة تانية في التوصيات؟ لا، هي كان زي ما اتحرك كده. طيب التوصيات دي يا سيادة المستشار بترفعوها في بترفعوها لأنهي جهة؟ بتتابعوها ازاي؟ انها توصيات مهمة جدا. تمام. في حاجتين حصلوا، تم اختار وزارة العدل فيما يتعلق لبحث التعديل التشريعي، ووزارة الأوقاف فيما يتعلق باختيار أئمة المساجد وتوعيتهم والتنبيه مشددا على مكافحة تلك الظاهرة، واختار نقابة المحامين، واختار المجلس القومي للأمور والطفولة. ده شق عشان المتابعة. الشق الآخر إن الكلام ده بيورد في التقرير السنوي الذي يرفع للسيد الرئيس، وده قريبا جدا نيابة تنتهي منه، وبيرفع للسيد الرئيس متضمنا للتوصيات الخاصة في هذا السنة. عايزين التقرير ده عندنا في صباح دريم يا سيادة المستشار. بالتاكيد يا فندم ان شاء الله بمجرد صدوره. هل سؤالي الاخير لحضرتك، هل دلوقتي التوصيات دي حضراتكم زي ما حضرتك ذكرت بتبعتوها الى الجهات اللي حضرتك ذكرتها، وزاره العدل القومي للامومه والطفوله وهكذا، كوزاره العدل هل اللي هي الطلبات بتعديل التشريعات دي، هل لو الوزاره يعني ارتأت ايضا ضروره تعديل هذه التشريعات هي بتعد مشروع قانون فيذهب الى مجلس الدوله ثم البرلمان؟ بالضبط. لا، هو بيذهب الى البرلمان ومنه الى مجلس الدوله لاستطلاع راي. بالفعل البرلمان اولا ثم الى مجلس الدوله. تمام. وساعتها نعدل يعني ده لو حصل يا فندم، يبقى ان شاء الله نتمنى يا رب ان ده يحصل، يبقى هنا هيئه النيابه الاداريه حتى يعني عدت دورها كمان المنوطه بيه، ان هي زي ما حضرتك دايما بتقول انه هي ايضا بتبحث عن علاج المشاكل المجتمعيه اللي عندنا. بالظبط. هو ده الرساله اللي مع، مش مجرد حاله للتحقيق، احنا عندنا مشكله دلوقتي ازاي ما تحصلش تاني، الدور الوقائي ازاي يتعمل، وكل جهه تفعل او تقوم بواجبها الدستوري تجاه الوطن علشان نتلافى او نحد من استفحال تلك الظاهره. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده المستشار محمد سمير، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم هيئه النيابه الاداريه. ده تقرير كان مهم جدا وقضيه مهمه جدا، ويعني ان شاء الله نتمنى يا رب باذن الله انه التوصيات دي يعني تؤخذ كده، اكيد هتؤخذ بجديه طبعا.
طبعا هي صادرة عن هيئة قضائية موقرة ومحترمة، قصدي أتمنى أنه إن شاء الله يتم النظر ليها بسرعة والتعامل معاها، يا رب يبقى ده مشروع قانون، ويا رب بإذن الله يعرض على البرلمان ويتم التصويت عليه بإذن الله ونلاقي التشريعات دي. فضل شاكر، انا عارفه انه يعني ناس كتير قوي ممكن تبقى شايفه موضوع الحكم اللي صدر منذ ايام قليله على فضل شاكر، ناس كتير حضراتكم عارفين طبعا المحكمه العسكريه اللي في لبنان قضت يوم الخميس اول او امبارح باعدام احمد الاسير في قضيه المواجهات المسلحه مع قوه من الجيش اللبناني في صيدا جنوب لبنان، كان الكلام ده 2013، ونفس المحكمه اصدرت حكم على مجموعه من الاشخاص الاخرين من ضمنهم الفنان اللبناني فضل شاكر المتهم بالمشاركه في المواجهات اللي اسفرت عن سقوط أو مقتل 18 من الجيش، وحكمت عليه ب 15 سنة مع الأشغال الشاقة. أنا عارفة إنه في ناس كتير قوي ممكن تقول يعني إكمنه فنان، يعني هو واحد عادي، يعني واحد إنسان مواطن في النهاية دخل سكة الجماعات والميليشيات والكلام ده كله واتحكم عليه وخلاص. الحقيقة إنه مش الحكم على فضل شاكر، وإنما ما حدث من تغيير لفضل شاكر في السنوات الماضية، خلينا نقول من 2012 للنهاردة، ده اللي استوقفنا جدا أنا وزملائي وإحنا كده قاعدين بندردش وبنتكلم مع بعض. سألت نفسي سؤال مهم قوي، في إيه في الدنيا ممكن يكون سبب يخلي إنسان فنان بدرجة امتياز لديه حس فني راقي، أعماله اللي قدمها على مدار سنوات يعني كانت بتزلزل المشاعر الطيبة والحب والعواطف الجميلة عند الناس كلها، ما قدمش عمل واحد مبتذل، ما قدمش أعمال فيها كلمات إساءة أو فيها أي حاجة إلا الحب والرقة والحنان والدفء والعطاء، في إيه في الدنيا ممكن يقدر يخلي إنسان كده بهذا الحس المرهف فنان زي ما بقول بدرجة امتياز يتحول إلى مشارك أو عضو في ميليشيات وجماعات إرهابية مسلحة؟ في إيه في الدنيا ممكن يحول حد من ده؟ الحقيقه زميلنا العزيز كريم عبد الكريم اعد لنا تقرير كده سريع بمناسبه يعني الكلام عن فضل شاكر، وهتلاقوا في التقرير زميلنا كريم بيقول انه في 2012 فضل شاكر طلع واعلن انه بيتوب الى الله سبحانه وتعالى من الفن وانه مش عايز يشتغل في الفن تاني. خليني بس اوضح حاجه مهمه جدا، فكره التوبه من حاجه انت بتعملها ده شيء متروك تماما ليك، وانا دايما اقول العلاقه بين الانسان وبين ربنا سبحانه وتعالى دي علاقه بينك وبين ربنا، محدش له دعوه انه يتدخل بيها، انت ليك عند الناس وفي البلد اللي انت عايش فيها الدستور والقانون، انت قريب من ربنا قد ايه، انت بتسعى قد ايه، انت مخطئ قد ايه، انت مصيب قد ايه، دي بينك وبين ربنا، احنا ما نحاسبش بعض على ده. وفضل شاكر مش اول حد يطلع يتكلم ومش اول فنان يطلع يتكلم ويقول تبتوا الى الله والفن كذا، وانا هو حر، في ناس بتشوف ده صح وفي ناس بتشوف ده غلط، في فنانين كتير ممثلين وراقصات ومطربين ومطربات يعني سابوا الفن وطلعوا تصريحات وقالوا احنا تبنا الى الله والفن حرام، في ناس كتيرة منهم تركوا الفن لكن قالوا ما قالوش اي اساءة عن الفن وقالوا يعني الفن رسالة جميلة لكن احنا خلاص عايزين يبقى لينا سكة معينة، ايا كان فكرة برضو مش في كل ده، فكرة مش ان هو يجيله هذه في حاجه باللغه الانجليزيه اسمها بارادايم شيفت، بارادايم شيفت هو تحويل النمط الفكري والنظره الى الامور، ان انت حد طول عمرك عايش لايف ستايل معينه وفجاه تغيرها، بس التغيير من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ده صعب قوي، وده انا بعتقد انه محتاج تحليل. فضل شاكر بالنسبه لنا انسان وفنان مرهف الحس لدرجه انك مستحيل تتخيل انك انت تشوفه في المشاهد دي. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. جمالك جمال، جمالك جمال مش عادي، وكلامك كلام، كلامك كلام مش عادي، شو بدك دلال ع صوت الدلال، غفيري مش بدك غرام، الله أعلم إن كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة، وفاضل دقيقة وخلاص ها
هتمشي وجود إنسان. فضل شاكر كان واحدا من المطربين القلائل الذي أجمع على موهبته ورقي أدائه الفني الكثيرون من المحيط للخليج، وتوهج حتى أعلن توقفه عن الغناء. قرار اعتزالي هو كان الحمد لله هو توبة إلى الله عز وجل، نعم، ونصرة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لتقصيرنا بحقه، انه تعبر عن حبك لألق، بس مش من خلال حفلات ومشروب ورقص واشكال مزلطه. ولد المطرب اللبناني في الاول من ابريل نيسان عام 1969 بمدينه صيدا جنوبي العاصمه اللبنانيه بيروت. ما ان بلغ عامه 15 بدا رحلته الفنيه وكان لافتا للانظار رغم صغر سنه. أصدر ألبومه الأول عام 1998، وعلى الرغم من موهبته وحسن اختياره للكلمات إلا أنه أعلن اعتزال الغناء عام 2012 عقب آخر ظهور له بجوار المطربة الأمريكية ماريا كاري على المسرح بالدورة 11 من مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط. عقب ظهوره الأخير ولى عن الأنظار لفترة، تناولت وكالات الأنباء أخبار الفنان اللبناني منها ما صحت روايته بالإضافة لاجتهاد الكثير منها، حيث كان المشهد ضبابيا ومثيرا للدهشة بين إعلان توقفه للتوبة وبين انضمامه لجماعات مسلحة، والرواية التي وضحت مصداقيتها أن ابنته الكبرى ألحان قد خرجت هاربة من منزل والدها للتزوج من شاب مسيحي كان قد رفض طلبه بالزواج مسبقا المطرب اللبناني نظرا لاختلاف الديانة، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الكثيرون باستهجان. حتى أطل الفنان اللبناني مرة أخرى بلحية كثيفة وبصحبة جماعات مسلحة بالأراضي السورية في مشهد أثار دهشة وحفيظة محبيه، الأمر الذي جعل أشد معجبيه يطلقون عليه لقب إرهابيا، وبدت أسهم النقد تصيب المطرب اللبناني. فضل شاكر هاربا من الواقع الأليم الذي صنعته له فتاته بعدما رحلت عنها إلى أن التقطته أيدي أعداء الحياة، والدليل عودته غير قانع بما آلت إليه الأمور بعدما استفاق من سندان ابنته الكبرى ومطرقة الإرهاب. المشهد الأخير في نهاية الأسبوع المنقضي صدر حكم من المحكمة العسكرية اللبنانية بسجن فضل شاكر 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى تجريده من الحقوق المدنية، الحكم الذي أعقبه تغريدات الفنان المعتزل مستنكرا إياه. كريم عبد الكريم، صباح دريم. صعب قوي الحقيقة انك ما تزعلش، وصعب قوي انك ما تحزنش لان يتحول فنان على مدار سنوات طويلة كنت بتشوف منه الرومانسية والجمال والرقي ومشاعر طيبة جميلة جدا انه ينتهي به الحال محكوما عليه بالسجن 15 عاما. بس هيفضل فضل شاكر الحقيقة لسنوات على الاقل اللي امتعنا فيها بغنائه وبفنه هيفضل موجود، يعني صعب قوي تتنسي هذه الأعمال. بمناسبة القلب وما يريد، كان في مؤتمر الحقيقة من يومين كان مؤتمر فكرته رائعة، اسم المؤتمر رد قلبي.
ده يمكن بمناسبة الاحتفال بالعام الثاني على التوالي كان أقيم اليوم العالمي للقلب تحت سفح الأهرامات. الحقيقة وكان فيه يعني أولا كان فيه مجموعة كبيرة من الشخصيات المحترمة والمهمة جدا اللي كانت حاضرة لهذا المؤتمر. كان فيه كلمات مهمة جدا، تم إضاءة سفح الأهرامات باللون الأحمر تضامنا مع 100 دولة مشاركة أيضا في الإضاءة. إيه الرمزية بتاعت فكرة الإضاءة؟ إيه الفكرة أو الرمزية لفكرة الإيفنت نفسه؟ الحقيقة التوعية بالوقاية من مرض القلب. الحقيقة إن إحنا مهم جدا إنه مثل هذه الأحداث والمؤتمرات مش بس نشارك فيها في مصر، مهم جدا في الإعلام نركز الضوء عليها. لما بتشوف كمان إنه بيبقى فيها شخصيات مهمة بتحضر وبتتكلم، يعني كان في مثلا سيادة النائب مدحت شريف عضو اللجنة وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، كان في ناس من المجلس القومي طبعا الطفولة والأمومة، كان في مجموعة كبيرة من الشخصيات الحقيقة كانت حاضرة. الحقيقة أنه هذه الكلمات وهذه الأحداث التي لها علاقة بزيادة التوعية في مصر بأمراض وبمشاكل اجتماعية أو صحية مهم جدا أن نلقي الضوء عليها. هنشوف مع بعض هذا التقرير الذي أعدته لنا زميلتنا العزيزة جاكلين ماهر، ونرجع بقى مباشرة نتكلم عن ستات مصر الحلوين اللي عندهم مشاكل في النفقة، النفقة اللي بتروح لهم على بنك ناصر، الاجتماعي الراجل اللي بيغلب الست شوية عشان يحط النفقة في البنك، أو بعض الخدمات المصرفية اللي هي محتاجاها، أو أي حاجة متعلقة بالمعاشات ونفقات يعني النفقات للأرامل أو المطلقات. كل هذه الأمور إن شاء الله تناقش فيها باستفاضة مع الأستاذ هشام وحيد مدير الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعي، ونفتح الاتصالات لحضراتكم بإذن الله بعد هذا التقرير. اليوم ده طبعا حقيقة يوم مهم جدا بالنسبة لمصر، وخاصة ان في حوالي 100 دولة بتحتفل في نفس التوقيت ده باليوم العالمي للقلب. الجمعية بتاعت رعاية القلب مجرد ما جات لي الدعوة وابتدينا نتواصل مع وزير الآثار وعلشان ندعم اليوم الجميل اللي احنا شايفينه ده النهاردة. وبصراحة انا كنت مقتنع تماما ان احنا جيل الاحتفال ده في وقته. احنا بنتكلم عن منظمات مجتمع مدني، بنتكلم عن قانون بينظم اعمال منظمات المجتمع المدني، بنتكلم عن بعض منظمات المجتمع المدني اللي بالفعل صدرت ضد احكام ويعني تم انهاء نشاطها هنا لانها مش مرخصه. احنا بنوضح بشكل عام اولا داخل مصر، ثانيا خارج مصر، ان منظمات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكوين الدوله المصريه. احنا بنحتفل بيوم القلب العالمي، عايز اقول احنا النهارده هو الحقيقه العالم كله بيحتفل بيوم القلب العالمي، ويعني اكتر من 100 دوله في العالم بتحتفل باليوم ده. تاريخ الاحتفال باليوم القلب العالمي ده ابتدى سنة 2000، ومن ساعتها ابتدوا ان يقولوا ان احنا لازم نعمل وقاية من امراض القلب. امراض القلب هي تمثل اهم سبب من اسباب الوفاة وفق الاحصائيات منظمة الصحة العالمية، وبالتالي الوقاية من هذه الامراض افضل من علاجها بعد حدوثها. والوقاية عندنا نوعين، وقاية اولية قبل حدوث المرض خالص، ووقاية ثانوية اللي هي لما الواحد يجيله مثلا جلطة في الشريان التاجي بياخد ادوية لمنع تكرار هذه الازمة، بس تسمى وقاية ثانوية. التوعية هي اهم حاجة لتحقيق عمل الوقاية، توعية المريض بأهمية المرض، بعوامل الخطورة، ازاي يتجنبها، دي حاجة مهمة جدا علشان نقدر نمنع المرض. احنا بنشارك العالم كله بأجمل واهم اثر عندنا وهو الهرم الاكبر، هنضيئه بالاحمر اللي هو لون القلب ولون الدم ولون الحيوية. وطبعا طبعا بكره هيبقى فيه برضه رياضه، عشان احنا مش هنقول بس كلام وهننور ونقعد نسلم على بعض ونطلع في التلفزيون وخلاص، بكره هنبقى بنطبق ده فعليا. هيبقى فيه جري ورياضه ويوجا، السفاره الهنديه جايه كمان معانا بكره، وهيبقى فيه كشف طبي للناس. كل دوت هيبقى في المنطقه هنا برضه، وده مش هيبقى برضه نهايه المطاف. احنا طبعا لا يمكن ساعه ولا نص ساعه ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين تكفي لحمايه قلب المصريين. النهارده بنحتفل باليوم العالمي للقلب، وشعارنا معا للقضاء على روماتيزم القلب ولا لروماتيزم القلب. هذا البرنامج بدأته وزارة الصحة من فترة من 2005 بيدعمه الأستاذ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. هذا البرنامج
في مبادرة انطلقت أن تكون مصر خالية من روماتيزم القلب بحلول عام 2020. الرسالة اللي بنبعتها في اليوم العالمي للقلب النهاردة إن للأسرة المصرية إن التهاب الحلق قد يدمر القلب. يمكن دور الأطباء في الحياة إن احنا نقدم التوعية، ويمكن بنقول دايما إن احنا محتاجين في مصر نتبنى ثقافة الطب الوقائي. برا حسبوها، الدولار اللي هتصرفيه في الوقاية هيساوي 8 دولار هيصرفه في العلاج. فاحنا مش عاوزين الناس ان هم يوصلوا مرضى قلب ونحتاج بعد كده ان احنا نعمل لهم دعامات او نعمل لهم عمليات قلب مفتوحة. الهدف ان احنا نعمل توعية ضد مرض القلب، فنقدر نحمي النفس الناس من ان هي يجيلها اصلا مرض القلب. احنا عارفين الشباب دلوقتي بقت عادات سيئة جدا منتشرة، التدخين منتشر بشكل كبير جدا، والاخطر من التدخين الشيشة. ولاد وبنات صغيرين في فنادق الخمس نجوم وفي المقاهي وفي الكافيهات كله بتلاقيهم حاطين الشيشة، وكأنه أمر طبيعي جدا إنه الشاب يعني عشان يخرج يتفسح أو كده يبقى الشيشة شيء أساسي عنده. فطبعا العملية محتاجة توعية إعلامية ضخمة جدا، محتاجة إن نقول للناس إن أمراض القلب بقت زي الإنفلونزا دلوقتي ومنتشر انتشار كبير، في شباب في عمر الظهور بيتساقطوا فجأة، بيموتوا فجأة بأزمات قلبية وبأمراض القلب. الخطر كبير، وهنا لازم تتكاتف جميع أطراف المجتمع، الفنانين والصحفيين والإعلاميين والأطباء، وتبقى في حملة كبيرة جدا توعية، انقذوا الشباب، امنعوا التدخين، يعني نحط عنوان وشعار لهذه الحملة ونتحرك كلنا حوالين هدف قومي واحد. أولا كنت حريص جدا أن أنا أجي أشارك معهم اليوم العالمي للقلب، وبقول لهم أنا باسم الفنانين بحط يعني نفسنا تحت أمر أي مبادرة لخدمة بلدنا ولخدمة المجتمع ولخدمة الإنسانية. أنا بحيي القائمين على هذا التنظيم اليوم العالمي لمرضى القلب أو مكافحة أمراض القلب، وشايف إنه إحنا رسالة مهمة جدا، وإحنا مش أقل من أي دول العالم، لأن إحنا بنعزف مع سيمفونية كبيرة بتعزف على مستوى العالم. فبحييهم، بقول لهم إحنا إيدينا في إيد بعض وتحت أمركم في أي حاجة أنتوا عايزينها. يا أهلا بحضراتكم من جديد. عن بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا عن إدارة النفقة هيكون ده لقائنا النهاردة، نتكلم أكتر عن هذه الإدارة كيف تعمل والخدمات المصرفية اللي بتقدمها لكل المعنيين بتقديم الخدمة لهم. ندخل مباشرة في الموضوع المهم جدا مع ضيفنا الكريم اللي منورنا، الأستاذ هشام وحيد مدير الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعي. يا أهلا بحضرتك أستاذ هشام، وأهلا بيك. كان عفوا ده أول ظهور لحضرتك في الـ في الـ في الإعلام، فأنا سعيدة هو معانا في صباح دريم. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. تستسمح لي كده تستاذني يعني استسمح حضرتك ان انا مبدئيا اخد فكره سريعه عن اهم انشطه بنك ناصر الاجتماعي اللي بيقدمها لجموع المصريين، قبل ما نتكلم عن المراه المطلقه وملف النفقه اللي احنا مخصصين حلقه النهارده للحديث عنه. اتفضل يا فندم. هو طبعا بنك ناصر الاجتماعي هو البنك الرائد في العمل الاجتماعي منذ انشائه تقريبا، وبيقود عجله التكافل الاجتماعي على ارض جمهوريه مصر العربيه، وده بيتقدم طبعا طبقا لقانون انشاء هو توسيع قاعده التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين، وده طبعا بيتم من خلال عدد من القطاعات الموجوده داخله. اول قطاع هو قطاع التكافل الاجتماعي، وده بيقدم المساعدات والاعانات للمواطنين، وطبعا الاشراف على لجان الزكاه. وتفضل استاذنا الاستاذ محسن ثابت الاسبوع الماضي تكلم عن هذا الموضوع باستفاضه بصراحه. في قطاع تاني اللي هو قطاع التركات الشغرة، وده يعتبر ده قطاع عريض جدا، يعتبر بيت مال المسلمين اللي بتقول اليه تركات الشغرة اللي هو ليس لها وارث عفوا، اللي بيحل محل بنك ناصر طبعا، بيشرف على هذه التركات وبيتولى ادارتها الى ان يظهر مستحق ليها سواء وارث شرعي او قانوني. ما تم ما ظهرش حد طبعا بتقول الى البنك طبقا للقانون في المده القانونيه المعينه، وتخش ضمن موارده اللي بتدور تاني في عجله التكافل الاجتماعي، بتخش كموارد وتصرف على التكافل الاجتماعي والمواطنين. تمام، ده القطاع التاني. القطاع التالت بقى اللي احنا بصدد الحديث عنه النهارده اللي هو قطاع النفقه. اداره النفقه، اداره النفقة كامله يا فندم. طبعا اداره كامله، ودي طبعا الاداره دي تتولى يعني كفاله الاسره المصريه
اللي تخلى عنها عائلها وتركها دون نفقة أو منفق. هو بيحل محله وبيقوم بسداد قيمة النفقات وتنفيذ الأحكام لهؤلاء المستحقين. حلو جدا. طيب ندخل في إدارة النفقة بقى. هل عمل إدارة النفقة بيأتي عند الطلاق؟ يعني مفيش ست هتتعامل مع حضراتكم في إدارة النفقة إلا لو هي مطلقة؟ لا مش شرط. أمال الحالات إيه بقى التعامل؟ ما أنا هشرح لحضرتك. هو طبعا في البداية بس عاوز أوضح نقطة مهمة اللي هي بنك ناصر وصندوق نظام تأمين الأسرة. ايه العلاقه بينهم؟ يعني احنا دايما نقول بنك ناصر بينفذ النفقات وبعدين ظهر مؤخرا صندوق نظام تامين الاسره. الصندوق تبع لمين؟ الصندوق ما انا اقول لحضرتك. هو طبعا بنك ناصر بيتولى تنفيذ احكام النفقه وصرف النفقات منذ انشائه تقريبا بموجب القانون 62 لسنه 76. لكن مر بمراحل كثيره جدا طبعا، واهمها والعقبات اللي بتواجهها وعدم وجود تمويل. مفيش موارد ان هي تساعد البنك انه يصرف هذه الموارد. الى ان صدر القانون 1 سنه 2000 قانون الاحوال الشخصيه، قال ان يلتزم بنك ناصر الاجتماعي باداء النفقات والاجور وما في حكمه مما يحكم به المين للزوجه المطلقه الابناء الوالدين، ودي الفئات المستفيده من هذا الصندوق. الزوجه المطلقه الابناء الوالدين دول الاربع حالات اللي بيستفيدوا من هم دول اللي ده اللي بيتولى بنك ناصر تنفيذ الاحكام ليهم اللي القانون الزمه. تمام. وقال لك يصدر بذلك قرار من وزير العدل. الزوجه بتاخد نفقه ازاي وهي مش مطلقه؟ معلش انا دي مش ما هشرح لحضرتك بس بوضح بس دول الصندوق. بالنسبه لي نفقه يعني هي اتطلقت. لا لا خالص، والمحكمه حكملها بنفقه. لا لا خالص، ما انا هوضح النقطه دي. اتفضل. بس انا بشرح بقول لحضرتك دور الصندوق. يعني احنا لما بنك ناصر حتى مصادر قانون 1/2000 برضه ظلينا قدام ايه؟ موضوع التمويل والموارد. برضه بنك ناصر ما سددش او ما بداش في التنفيذ الى ان صدر القانون 11 سنه 2004 بانشاء صندوق. حتى الماده الاولى بتقول ايه؟ ينشأ صندوق يسمى صندوق نظام تامين الاسره، لا يستهدف الربح اساسا، له الشخصيه الاعتباريه العامه، موازنته الخاصه، ودي نحط تحتيها كذا خط، يتبع بنك ناصر الاجتماعي، مقره مدينه القاهره. يبقى احنا هنا انشا صندوق علشان يبقى يحقق او يوفر الموارد اللي البنك بناء عليها يقدر يصرف النفقات. وحدد طبعا الموارد بتاعته، منها اشتراكات اللي هي 50 جنيه زواج، 50 جنيه طلاق، 20 جنيه ميلاد، واللي اتعدلت بعد كده بالقانون 113 سنه 2015 واصبح ال 50 بقت 100. باضافه بعض المصدرات احوال المدنيه من 4 ل 5 ل 9 جنيه، برضو ده مورد موارد الصندوق. هنا بقى البنك قدر انه ينفذ احكام النفقه ابتداء من 2004 بدون توقف او انقطاع. كان قبلها ما بيقدرش ينفذ. قبلها كنا بنصرف شهر شهرين ثلاثه، ما فيش تحصيل، بنقف نصرف لاصحاب المعاشات، وارتبط بعد كده السداد الصرف بالسداد الى ان صدر القانون بقول لحضرتك 2004 ده، والبنك من ساعتها مستمر في تنفيذ النفقه. ازاي يا فندم ارتبط السداد بالصرف؟ معلش يعني قبل ما يبقى في موارد كنا احنا عشان نصرف النفقه تمام لازم نحصل من المدينه يقدم لنا بالاوراق من عندك. لا لا ما خلاص ما فيش موارد، ما كناش عارفين النفقه بالظبط. تمام. الى ان صدر ذلك، ومن 2004 حتى تاريخه واحنا مستمرين دون توقف بصرف قيمه النفقه. النقطه بقى بتاعت حضرتك اللي هي المطلقه والزوجه وكده، هو القانون حدد الزم بنك ناصر الاربع فئات دول. الزوجه طالما العلاقه الزوجيه مستمره، وبغض النظر بقى الزوج بيصرف عليها ما بيصرفش عليها، مقيم معاه مش مقيمه معاه، ما تفرقش طالما خدنا حكم، ودي مهمه جدا، مما يحكم به المين للاربع فئات دول. زوجه مطلقه ابناء والدين. طالما في حكم، الحكم يبقى البنك نمره واحد لازم يكون في حكم. هو معلش انا بس في حاجه يمكن انا عندي لبس فيها، يمكن انا مش فاهمها. المطلقه لا، الزوجه يعني ازاي؟ يعني انا 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 على ذمه جوزي. تمام. ازاي اروح اخد حكم من المحكمه ان هو يدفع لي نفقه والنفقه تتحط لي في بنك ناصر؟ ما هو جوزي. ما هو يا فندم حتى لو مقيمه معاه كمان، هو القانون والشرع الزم الزوج بالانفاق على زوجته بغض النظر بقى حتى لو عندها الملاءه الماليه. تمام. ولكن هو مجبر طبقا للشرع والقانون انه ينفق عليه. تمام. ما التزمش بتلجا للمحكمه وتاخد حكم. ايه ده؟ يعني اي ست متجوزه جوزها ما بيصرفش عليها تقدر تروح تاخد حكم ضده؟ طبعا. ايه ده بجد؟ حق التقاضي مكفول الكف، والقانون والشرع اداها الحق. بص الشباب الرجاله بيقولوا لي ايه؟ بس تثبت بقى انه ما بيصرفش عليها. لا لا سهل. هيثبتوا؟ هيعرفوا يثبتوا؟ لا لا سهل جدا، وعندنا معظم بتثبت ازاي؟ معلش انا بس حاجه في نواحي قانونيه بس تهم الناس. لا لا ازاي ممكن تثبت ان هي تثبت ذلك؟ بترفع دعوه وتقدم مسندات. اولا هي زوجه، الاوراق اللي تثبت قسيمه الزواج بتاعتها، ولو عندها ابناء بتقدم الكلام ده وتجيب دلاله دخله ايا كان بقى الطريقه، عن طريق اسم الشرطه، عن طريق جهه عمله، وتقدمها وتثبت للقاضي او بتقول للقاضي ما بيصرفش عليا، وله في ذلك انه يثبت او ينكر وبالاثبات طبعا، وبيصدر لها حكم طبقا يعني لاحتياجاتها هي، بغض النظر عن مرتبه قد ايه، ممكن احتياجاتها هي
وبيبص لدالة الدخل برضه. هل الاجراءات في دي في حته ان انا اثبت ان جوزي بيصرف عليا او النفقه اللي انا محتاجها قد ايه غير اجراءات المطلقه بتحتاج نفقه قد ايه؟ ما هي يا فندم المطلقه انا بصرف للمطلقه يا اما النفقه العده الشرعيه بتاعتها بس اللي هي خلال 3 شهور الى سنه القانون حددها من يعني الى لغايه سنه وليها شروط اشتراطات معينه كده تطول الكلام عنها يعني قانونا يعني تمام. ولكن المطلقه غير نفقه العده بتاخد نفقه الصغار هي اللي بتصرف نفقه الصغار طبعا بيبقوا صغيرين هي الحاضنه عليهم وليها الحق هي في حاجتين اجر مسكن الحضانه واجر الحضانه هي ده اللي ليها الحق فيها كمطلقه ولو الراجل قال انا هدفع الايجار بتاع البيت خلاص يتشال مسكن الحضانه يتشال ده البند ده من على الحالات اللي عليه سلطه تقديريه القاضي اللي هو بيبحثها من خلال الدعوه وبيحدد فيها المبلغ اللي هيتصرف تمام بس اجر الحضانه ده اكيد ده اجر بيصرف الحاضنه الى ان يتم الابناء 15 سنه وبيقف بعدين 15 سنة بعدها بيصرف ما هو فندم برضو ما هي ده انا معرفش ده عوار في القانون ولا ده يعني انا لو ابني عنده 16 او 17 او 18 سنه ما انا لسه بصرف عليه ومحتاج دراسه ومحتاج تعليم ولسه ما اشتغلش ازاي هنا عند سن ال 15 بقول للاب متشكرين بقى كده منك انا مش هجبرك انك تصرف كاجر حضانه اجر الحضانه ده مستحق للمطلقه نفسها ايوه فندم ولكن الصغار الولد لسه معايا فانا لسه ملزمه بيه بس انا كده عند ال 15 سنه جيت قلت للاب خلاص انا مش هجبرك انك تصرف انك تدفع اجر حضانه اجر حضانه ده للام لكن نفقه الصغار ساريه اجر مسكن الصغار ساري كل الحاجات اللي مستحقه للصغار الام بتاخدها عشان تنفقها على الصغير هي ما بتاخدش اجر الحضانه بس ده اللي هو الفلوس اللي هي بتاخدها الام تمام لكن غير كده بيستمر النفقه كامله ليها غير كده بتستمر تستمر للابناء طيب ايه اهم المشكلات اللي بتقابلكوا او التحديات اللي بتقابلكوا في الموضوعات دي يا فندم اداره النفقه هو طبعا يا فندم احنا دلوقتي احنا كنا بادئين طبعا في البدايه 2004 لغايه النهارده انا عندي 177 الف حكم بيتنفذ عن طريق البنك بيخدم مين تقريبا 297 او 295 عدد الاحكام قد ايه معلش يا فندم عدد الاحكام اللي دخلت البنك لغايه دلوقتي 177 الف حكم 177 الف حكم الف حكم من سنه كام لدلوقتي يعني من 2004 من 2004 للنهارده بدايه عمل الصندوق بيخدم ايه 295 الف مستفيد يعني حوالي 300 الف تقريبا وطبعا في زياده احنا بيخش لنا تقريبا من 2000 ل 3000 حكم شهري لان الطلاقات بتزيد والمشاكل بتزيد طبعا والاحكام وطبعا احنا جهه بنك مصر جهه صرف استثنائيه مش هو يعني مش هو الاساس في الصرف الحاصل على الحكم او المستحقه لها ان تلجا للتنفيذ المباشر على المدين على شخص او من جهه عمله او تلجا للبنك ودي برضو من العقبات ان بعض الجهات بترفض لما المستحقه تروح لها عاوز اصرف ده من عندك يقول لها روحي بنك مصر وهي ممكن يكون اسهل لها هناك لكن القانون حدد طب وهي ليه ممكن الجهه ترفض هي مش بترفض قانونا هي بترفض تقول لا بنك نصر دلوقتي هو الملتزم طب بنك نصر ملتزم ولكن هو جهه صرف استثنائيه لها ان تلجا للطريق المباشر او تلجا لده زي قرار الوزير عدلي قال كده في حالات كتيره قوي او اغلب الحالات اللي بنسمع عنها بيبقى زي ما حضرتك قلت كده انه في اقتطاع مباشر من مرتب الزوج مثلا او دخله بيروح للمراه غير عن طريق بنك نصر هل ده ايسر واسهل كاجراءات واسهل للمراه كمان ولا ما بتفرقش هي يفترض انها اسهل ان هي بتروح تقدم الحكم معلن طبعا في شروط معينه في الحكم بتروح تقدمه للجهه وبتصرف مباشره احنا عندنا في بعض الاوراق طبعا الاداريه اللي احنا بنطلبها زي الرقم القومي اسينه الزواج لو هي زوجه بتقدم طبعا شهادات الميلاد الصغار بعض الاوراق اللي هي بتساعدنا على تسجيل الحاله عندنا والمتابعه بعد كده المشكلات كنا بنتكلم في اهم العقبات اللي ممكن تكون بتقابلوها في طبعا احنا العقبات طبعا زي ما قلت لحضرتك الاعداد الجامده اللي هي بتقدم للبنك ده احنا عندنا المقرات واحنا طبعا في زياده احنا دلوقتي احنا عندنا طبعا فروع البنك 93 فرع حاليا بيشتغل نفقه حاليا بيشتغل 54 فرع في النفقه كانوا اقل من كده يعني احنا لغايه السنه اللي فاتت كنا 49 زودنا الاربع فروع دول وفي طبعا في توجيهات ان احنا بنزود عدد الفروع بالاضافه لان في زياده عدد الفروع كامله للبنك هتزيد عن 93 ان شاء الله وزياده اعداد النفقه فطبعا العقبات ده طبعا الزحام اللي هو طبعا اللي يعني انا عندي 93 فرع للبنك في 27 محافظه في المحافظات منهم 54 فرع فيهم اداره نفقه بيصرفوا نفقه المواطنين المناطق النائيه بقى وده كان من ضمن النقاط اللي انا وعدت الساده المشاهدين ان انا هتكلم عليهم المناطق النائيه بتيجي مشاكل او بتيجي شكاوى كتير انه الست بتتعب عشان تتحصل على النفقه بتاعتها في المناطق النائيه بنعمل ايه في البنك علشان نحاول نيسر الاجراءات دي على الناس انا قلت لحضرتك طبعا هي النفقه عندنا بتنزل للمستحقين اول كل شهر ولها ان تتوجه لاقرب فرع ليها طبعا احنا تقديم الاوراق اساسا بيتقدم لاقرب فرع طبقا للبطاقه الشخصيه للمين للمستحق
فهي يعتبر ده اقرب فرع ليها اللي هي بتروح له، فبتصرف منه برضه النفقه الشهريه او من اي فرع تاني هي تودي ليه طبعا انتقال ليه. وطبعا احنا في سبيل ذلك في توجهات كتير جدا ان احنا بنحاول نيسر على المراه في ان هي تلجا لاي فرع من فروع البنك. وحاليا عملنا نظام الكروت اللي هي الفيزا اللي هي الكارت الاي تي ام لجميع المستحقين نفقه، وتقريبا احنا استلموها معظم المستحقين دلوقتي ليها انها تصرف من اي مكان يتصرف الي تخص بنك ناصر الاجتماعي او اي بنك اخر من المتعاملين معاه. فده طبعا بيسهل كتير جدا على المواطنين والمستحق النفقه. بالاضافه ان احنا بيدرس دلوقتي حاليا ان احنا نصرف النفقه عن طريق شركات المحمول. طبعا هي منتشره على مستوى الجمهوريه اكتر من البنوك ومن فروع البنك. وده طبعا في طي التنفيذ يعني قرب ان شاء الله يتنفذ، وده هيبقى طبعا طفره بالنسبه لي. انا كنت كان سؤالي التالي بس حضرتك جاوبت بالفعل عليه. طيب. على كيفيه صرف النفقه. طيب. احنا بنتكلم على طرق الصرف عندي عن طريق البنك، انها تروح بشكل مباشر للبنك تصرف الفرع. الفرع تروح تصرف مكان الاي تي ام. تمام. ده 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 شغال طبعا شغال وبيتم الصرف خلاله. طيب بيحصل احيانا، انا فاكره كان الاسبوع اللي فات او اللي قبله في سيده اتصلت بينا على الهوا كان اعتقد عندها مشكله انه هي كانت في مكان وليها نفقه مامتها اللي بتصرفها لها، فيعني برضو فكره ايه، فكره تيسير على اللي هي الحاجات دي. هل لو السيده مستحقه للنفقه مثلا من مكان وهي مضطره انها تكون عايشه في محافظه اخرى او مكان او اخر عشان العمل او ظروف الحياه، ازاي ممكن البنك بيساعدها في ده يا فندم؟ هي بتتقدم للفرع اللي هي تابعه اساسا، بتقدم الطلب ده واحنا بنحول لها المبلغ بتاعها في اقرب فرع اللي هي موجوده فيه، بالاضافه انها تستطيع انها تعمل توكيل لاي من ذويها مثلا ان هو ينتقل الى يقبض مكانها النفقه. مجرد طيب. توكيل خاص بذلك. طيب بيحصل احيانا ودي برضو من الحاجات اللي جات لنا على 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 صفحتنا، بيحصل احيانا انه الرجل يتعمد ان يغلب الست شويه في موضوع النفقه. هو مثلا يعني هي محكوم لها مثلا يعني ب 1000 جنيه يروح يحط 700 جنيه يا سيدي يدفع الباقي اللي عليك ايه، بيقعد بقى يلف ويدور كده. طيب. هل البنك هنا ليه دور ولا البنك هنا يقول لك لا انا ماليش دعوه، انا ده هي منها للمحكمه، انا ليا ان انا بصرف لها اللي هي الزوج المبلغ اللي الزوج بيتم ايداعه. طبعا هو يا فندم هو طبعا احنا قابلنا حاجات دي كتير جدا طبعاً. سواء الزوجه بتغلب جوزها او الزوج لا ثانيه واحده، الزوجه بتغلب جوزها ازاي؟ لا ما هو في ساعات دعاوى بتترفع علشان هو تبقى هي مش محتاجه فعلا، زي ما قلت لحضرتك هي مقيمه معاه بس. هي بتلجا للقضاء انها تاخد حكم ضده عشان تنفذ الحكم ده عليه في حين هو بيصرف عليها. بتقابلنا حالات من دي. لكن الحالات اللي الحاله حضرتك بتقول عليها دي احنا بنك ناصر طبعا عشان الموارد اللي موجوده عنده نخدم اكبر قاعده من المواطنين اللي هم مستحق النفقه. في عندنا حد اقصى للصرف اللي هو 500 جنيه، كان 300 وبقى 500 جنيه علشان نقدر نخدم اكبر قاعده زي ما قلت لحضرتك من المواطنين. لكن النهارده الحكم 700 مثلا، احنا بنصرف ال 500 وبنلجا لجهه عمله او للشخص نفسه وننفذ عليه بال 700. اول لما نحصلها من المدين بنديها الفرق اللي هو 200 جنيه باثر رجعي تبقى المده دي، ولكن احنا ملتزمين بال 500 جنيه وبنطالب المدين بالمبلغ بالكامل يعني هو وجهه عمله. بتطالبوه بالمبلغ كاملا؟ طبعا بالمبلغ كامل. ده في عندنا عقبه ثانيه ان احنا الموظفين او اللي هم اصحاب الجهات بنبعت للجهه في النسبه القانونيه المقرره طبقا للقانون هي من 25 ل 50 حسب الحالات وحسب المستحقين. الجهه ساعات بتحول لي مبلغ اقل طبعا، يعني مثلا المبلغ 700 بتبعت لي مبلغ اقل، احنا بنصرف ال 500 كامله وبنرجع عليه بالفرق زي القطاع الخاص بالظبط. نفس الحاجه بالظبط، نفس المبلغ بالظبط، نفس المبلغ. احنا بنديها ال 500 وبنرجع عليه بالكامل سواء عن طريق جهه عمله او عن التنفيذ المباشر عليه. ان انا عندي طبعا بصرف لجميع الفئات، يعني بصرف ضد المهن الحره، عندي البائع الجائلين، عندي يعني الناس دي يا فندم بتتعاملوا ازاي معاهم؟ انا لا عندي اتش ار لتر هنا ولا عندي اقتطاع من جزء من رصيد العمل، التعامل في 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 مع هذه الشرائح صعب جدا. جدا جدا جدا، يعني احنا مثلا في القروض انا عندي العميل بيجي لغايه عندي ببياناته بكل تفاصيله وشايفه، اما انا عندي مستحق منفذ ضده في النفقه انا ما اعرفش عنه اي حاجه. المستحقة بيجي لي بعض الأوراق المطلوبة منها بنسجلها وبنصرف لها من الشهر التالي بغض النظر حصلنا أو ما حصلناش. طبعا البائع الجائلين والناس اللي هم ما عندهمش المقدرة في ده احنا ما بنعرفش نوصل لهم، ولما بنوصل بنلاقي حالاتهم طبعا مش ميسرة ان هم يقدروا يسددوا، بالإضافة ان في ناس بتتهرب كتير جدا. فمديونية الصندوق عليت قوي، يعني احنا دلوقتي وصلنا مبلغ جامد جدا، احنا وصلنا تقريبا مديونية مليار وتقريبا 200 مليون. مديونية دي اللي هي قيمة ما يدفعه الصندوق للدفع وما تحصلش.
ايوه قيمه ما دفعه الصندوق للناس ومفروض كان يحصله وما حصلوش. في عقبه في التحصيل، وطبعا احنا عملنا حزمه من الاجراءات من ضمنها التعديل التشريعي ان احنا خلينا للبنك احقيه ان هو يحرك الدعوه الجنائيه ضد المدين، وعلى فكره جابت نتيجه هائله. يعني احنا قبل ما تعديل القانون ده احنا تقريبا كنا بنحصل قبل 2014 2015 كنا بنحصل تقريبا 20% من المنصرف، احنا دلوقتي وصلنا ل 55% من المنصرف. نسبه هائله، وان شاء الله احنا في سبيلنا لاتخاذ اجراءات ثانيه ان احنا نعلي التحصيل. يعني زي ايه يا فندم اجراءات ثانيه؟ والله يا فندم احنا يعني احنا عملنا بنحاول نحاصر المدينة على قد ما بنقدر عن طريق الجهات اللي هو بيعمل فيها، عن طريق ان احنا برضو بنحاول نوصل لموضوع الترقب والمنع من السفر لما ناخد عليه ضد حكم، بحيث نقدر نحزم المدين بحيث ما يقدرش الا انه يجي البنك الناصر الاجتماعي ويسد. هنا ممكن حد يسالك مثلا يقول لك طب حضرتك قانونا حتى هتتصرف ازاي اذا كانت الدوله في احنا عندنا ما يقرب 450 مليار جنيه تهرب ضريبي. تمام. ومش قادرين لغايه دلوقتي للاسف نحط ايدينا على المتهربين ضريبيا، فازاي بنك ناصر انتوا في النهايه طبعا مؤسسه كبيره وعريقه بس في النهايه انتوا مؤسسه، يعني تمام. ازاي ممكن تقدروا تحصلوا المليار و200 ده رقم كبير جدا طبعاً مليار كبير جداً. و200 مليون جنيه مديونياتكم، يعني انتوا فلوس دفعتوها بالنيابه عن الناس وما خدتوش الفلوس. احنا بنصرف تقريبا في الشهر 42 مليون بنصرف شهريا 42 مليون جنيه تقريبا للمستحقين بغض النظر عن التحصيل. وصلنا دلوقتي ان احنا بنحصل يعني وصلنا الى 29 مليون جنيه بعض الشهور. 29 مليون جنيه بنحصلهم بالاضافه للموارد اللي بيجي لي، فالى حد ما بنقدر نغطي. ولكن احنا طبعا الاجراءات اللي عندنا الى حد ما احنا عندنا برضه سلطه الحجز الاداري، بس المهم ان احنا نوصل للمدين. هو في تهرب رهيب، يعني احنا النهارده المدين بنوصل له في مسكنه تاني يوم بيعزل عشان تاني يوم على طول بيعزل، يا اما طبعا بيتهرب بوسائل تانية كتير، يعني يشتغل في مكان معين نوصل له. طب هسال حضرتك على حاجه مهمه بس هاخد بعض الاتصالات عشان الساده المواطنين بداوا عايزين يتكلموا. حضرتك هسال حضرتك في حاجه مهمه جدا في متعلقه بالموضوع ده، هل في تصالح؟ يعني هل بدل ما انا عماله بجري ورا الراجل في الاخر لقيته حطيت ايدي عليه راح هربان من مسكنه، هل بدل وانا مش هستفيد حاجه لما يهرب مني او لما اسجنه؟ ما انا في النهايه مش هاخد اللي انا عايزاه. فهل في طرق ممكن امشي فيها؟ بس بعد ما ناخد اتصالات بعد اذن حضرتك. خليني ابدا من اسكندريه من وفاء، اتفضلي يا فندم. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضلي. الو وفاء، اتفضلي يا هاتي. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور. ممكن اكلم الدكتور في حاجه تبع اتصالات بتاعتك؟ معاكي على الهواء استاذ هشام، اتفضلي يا فندم. طيب يا فندم، انا حضرتك انا عندي معاش عن والدي، انا عندي 56 سنه، فعمري في حياتي ما خدت قرض. فسمعت ان بياخدوا قروض على المعاش عشان الحاله، لان كان في العقار ترميمات ومخالفات وانا اخدت احكام وشقتي محتاجه لحاجات كثيره تتعمل بسبب المخالفات اللي عملوها. ساعتك اضطريت ان انا اخد قرض من بنك ناصر وحولت معاشي عليه. القرض الاولاني جنابه كان 30,000 عطوه لي 27 وحسبوا لي 40,000. أخذوا مني 670 جنيه كل شهر ثلاثة، وبقوا يخصموني من معاشي. حضرتك في قرض ثاني عشان أنا معاشي يسمح بعد سنة، عطوني 27,000 حسبهم لي ب 42,000 ونص. فوصلوني على سند حضرتك، السند ده في الأول كان الموظف عايز مطلوبني عليه فاضي من غير أي بيانات إن أنا استلمت فلوس كذا. فأنا رفضت وجبت محامية وجبت بنتي ثاني مرة. قلت لها انا متعلمه اخد فلوس لازم اكتب قيمه الفلوس اللي انا اخداها. فراح بعد كده المدير كان محترم جدا بنك ناصر الاسكندريه، راح قايل له لا فقط لها بس التاريخ لا. فقلت له حاضر، رحت عامله كده. ساعتها الايام دي عملت طلب عشان معاشي يسمح عشان هعمل عمره بنتي بعد ما اخدت احكام كثيره، وكل القروض دي كنت بعملها علشان شكاوي مخالفات عقاريه في عقار عليه قرار ترميم وهدم حوائط وحاجات، كل شيء كنت انا استمتعتني علشان اعمل الاحكام دي. ساعتك فاحتجت ان انا اشوف بيتي، قلت اخد كارد ثالث عشان بيتي. رحت قدمت، راحوا متصلين بيا بالتليفون تعالي خدي الكارد. فوجئت حضرتك بيقولوا لي ايه بقى؟ انت عليكي 57 جنيه فاضل من 57,000 من 82 اللي استفدوا. احنا هندوكي 80,000 بناء على الاداره بتاعتنا في القاهره نزلت قرار دلوقتي كده، وهندوكي الفوائد بتاعه القديمه ونحاسبوكي على 80,000 بقى بالفوائد الجديده. فانا قلت طالما القرار خلاص ماشي،
فوجئت حاجه ثانيه اللي وقفتني بقى، عايزين يمرضوني على سند اللي هو زي صف امانه، انا اخذت كذا كذا فاضي خالص ما عليهوش اي قيمه ولا مفكر. طيب طبعا انا متعلمه رفضت، طلعت للمدير قال لي لا ده قرار من الاداره بتاعتنا في القاهره. طيب وفاء انا هستاذنك، شكوتك الاستاذ هشام فهمها كويس قوي، انا الحقيقه في حاجات كتيره مش فاهماها لانه انت اتكلمتي في حاجات قانونيه دقيقه جدا، بس استاذ هشام انا سالته قال ان هو تمام هيرد على حضرتك، وهستاذنك هتسيبي رقمك لو استاذ هشام برضو حب يتواصل معاكي. مين معانا يا شباب؟ هدى اتفضلي يا هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. انا بنتي كانت رفعت قضيه نفقه ومعاها ولد وبنت، واتحكم لها ب 700 جنيه وقدمنا ببنك نصر الاجتماعي اللي هو في الحلمية سنة 2015. جم بعد سنة بعد ما دوخونا هاتي ورق ان انت ما عندكيش تأمينات وهاتي ورق وهاتي ورق، في الاخر قالونا الملف بتاعك اترفض. طب سلمونا الملف لان انت معاكي اصل الحكم ومعاكي اصل الورق كله، ما رضيوش يسلمونا الملف وقالونا الملف نفسه اترفض برضه، ما عرفناش الاسباب ايه وما خدناش الملف. طب ودلوقتي بنتك عايشه ازاي؟ بتصرف النفقه ازاي؟ بنتي ما بتصرفش حاجه، بنتي قاعده معايا، انا كنت مديره مدرسه وعلى المعاش دلوقتي بيطلع لي 1300 جنيه بصرف عليها وعلى اولادها. يعني بنت حضرتك المحكمه حكمها لها من 2015 ب 700 جنيه نفقه ولغايه دلوقتي مش عارفه تصرفها عشان بنك ناصر معقد لها الورق؟ والورق عندهم ومش قادرين زي الناس عشان حتى اعمل متجمد نفقه، اعمل قضيه متجمد نفقه. انت قدمت امتى يا مدام هدى؟ شهر 8 2015. تقديم الورق 8 2015. ايوه اصول الاوراق ولا صور؟ نعم يا فندم. مدام هدى قدمتي اصول الاوراق ولا صور؟ الاصل كله، الاصول كلها يا فندم. لا تسيبي رقمك يا استاذه هدى والنبي. طب هتسيبي رقمك لو سمحتي ضروري شباب والنبي، بس اللي هنطلب رقمه يتساب الله يخليكم لو سمحتوا. طيب وفاء وهدى. استاذه خديجه اتفضلي معانا على التليفون. استاذه خديجه الو. طب استاذنك اطفي التلفزيون لو سمحتي. حاضر اتفضلي يا حبيبتي. اهلا بحضرتك، ازيك يا اهلا بيكي يا حبيبتي. حاضر طفيت، ازاي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ضيفك الف حمد والف شكر. الحمد لله ربنا يخليك. انا بقول لحضرتك انا بنتي ارمله ومعاها ولد وبنت وما كانش لها اي دخل خالص. فاخدت بتاع المعاش التضامن ده فجت اتجوزت. دلوقتي بيدوها 100 جنيه، هل العيال دول يكفيهم ال 100 جنيه؟ وما لهمش اي دخل خالص ولا معاش لباباهم ولا اي حاجه، كان اعمال حره يعني. 100 جنيه هي عندها قد ايه ولاد؟ ولد وبنت. ولد وبنت بتاخد 100 على الاثنين ولا 100 لكل واحد؟ 100 على الاثنين. 190 يعني جنيه كمان مش 100. يعني حتى ما يعملوش حاجه يعني العيال، ما لهمش اي مورد خالص. طب هنعوز رقمك برضو استاذه خديجه، هنحاول نتواصل مع حد من التضامن الاجتماعي لحاله بنتك، هنعوز رقمك لو سمحتي. حاضر. استاذه اعتماد اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذه منى؟ اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه يا رب. انا مش مصدقه والله الصراحه اللي انا وصلت لحضرتك. ربنا يخليكي، ده شرف ليا. اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. بصي حضرتك، انا والدي راح العراق. والدك ايه؟ دلوقتي 29 سنه. والدك ايه؟ العراق. راح العراق. راح العراق. ليه 29 سنة؟ لا نعرف عيش ولا نعرف ميت ولا نعرف أي حاجة. لا إله إحنا ثلاث بنات وثلاث أولاد. والدتي ربتنا الحمد لله وعلمتنا وجوزتنا، ما كانش مستيب لها أي دخل إطلاقا ولا سكن كمان. ماشي؟ طيب كان أول حاجة ربنا، ثاني حاجة صحتها. طب هي دلوقتي على أساس مريضة، ما عادتش بتقدر تشتغل، ما بتاخدش معاش من الحكومة ولا طيب الأم دلوقتي عندها 63 سنة. طيب ازاي تعيش؟ مش عارفه تعيش، والله اقسم بالله والدتي ماشيه ببخاختين للتنفس. طبعا الشقا وتعب 29 سنه. طب يعني ازاي؟ طب يعني قولي لي ازاي واحده ست عملت الحمد لله احنا متعلمين تعليم عالي وتعليم متوسط، طب علمت ده للدوله واخواتي دلوقتي مراقبين صحيين يعني بيفيدوا الدوله، طب ليه مش نساعدها بمعيش 63 سنة هتطلع تشتغل دلوقتي؟ طب ايه؟ طيب لما مانيش حتى اصلا عارفة اوصل لشهادة وفاة لوالدي. انتوا اصلا ما هو 29 سنة انا مع يعني انتوا حتى ما عندكوش معلومة هو عايش ولا ميت.
لا مش عندنا ولا معانا شهادة وفاة، ولا احنا كنا في مدارس بنتعافى من مصاريف كتب ولا اي حاجة حضرتك. طيب يا تعديني توصليني بالدكتورة غدا والي. طب حتى الست دي مش من المفروض تتكلم. طيب انا هقول لك على حاجه يا اعتماد، انا كده كده هاخد رقمك ومع الاستاذه خديجه عشان بنتها ارمله حبيبتي وبتاخد 100 جنيه على بنتها وابنها، هنوصل برضو طلبك للتضامن. بس انا برضو عايز اقول لك على حاجه يا اعتماد، يعني انا طبعا ما اقدرش احكم على ظروفكم انت واخواتك، يعني حتى لو انتم متزوجين وعايشين في بيوتكم ما اعرفش ظروفكم ايه، ممكن انتم نفسكم تكونوا عندكم مشاكل صعبه واغلب الناس دلوقتي عندها مشاكل صعبه، بس برضو لغايه لما نشوف التضامن الاجتماعي انتوا بقى تشيلوا ماما في عينيكم من جوه. ده انت اللي قايله يعني الست ربتكم وكانت ام واب ليكم 29 سنه، فيعني يعني معلش ده يعني والله ما كلمه مجازا بتتقال كده، لو هتطلعوا اللقمه من بقكم وتدوها لها يعني لغايه لما نشوف الدوله ممكن تساعد ماما ازاي. انا يعني واثقه ان انا مش محتاجه اوصيكم على والدتكم، بس يعني بتهيألي يعني دي اقل حاجه تعملوها، بس هنحاول نوصلك بحد في التضامن لماما يا اعتماد. امل معلش يا استاذ هشام، هاخد كام اتصال ونرد عليهم كلهم. امل اتفضلي يا استاذ امل. طيب مين يا شباب معنا؟ الو امل اتفضلي. ايوه انا دلوقتي رافعه قضيه نفقه وكسبتها واتحكم لي ب 900 جنيه. هتكلمينا تاني عشان اعرف التفاصيل يا امل لو سمحتي. ميرفت اتفضلي. الو اتفضلي. ايوه ميرفت اطفي التلفزيون من فضلك. ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. أيوة صباح الخير. صباح النور اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بصي حضرتك، طيب حاضر. بصي حضرتك معلش انا مش عايزه حد يقطع عليا خط لا تكتبي. لا ما احنا ما بنقطعش على حد، بس يا امل اطفي التلفزيون لو سمحتي. ماشي. طب طفيت التلفزيون حضرتك. بصي حضرتك انا اتصلت بحضرتك كذا مره على عشان موضوع عشان وزير الاسكان حضرتك خدتي رقمي ومحدش اتصل بيا وانا دلوقتي قاعده في الشقه. فكريني ايه المشكله يا امل يا ميرفت فكريني. او همشي ومقدمه من 2015 لحد دلوقتي محدش اتصل بيا ولا حدش. مقدمه على ايه يا ميرفت فكريني يا ميرفت. بصي حضرتك كان معاكي متحدث باسم وزاره الاسكان استاذ هاني يونس من فتره. تمام. وانا اتدخلت مع حضرتك وحضرتك خدتي رقمي. تمام. ومحدش فيهم اتصل بيا. عملنا شفوه جماعيه باسم واحد اسمه ميلاد، فالواحد دول حضرتك اتصلوا بيه في من الشهر العقاري وخلصوا له الورق بتاعه عشان خاطر الشكوى باسمه. جيت اروح التضامن جيت اروح الشهر العقاري رفض ان هم يقابلوني وقالوا لي انا مش فاهمه حاجه خالص يا ميرفت. ميرفت انا مش فاهمه اي حاجه من القصه اللي بتحكيها. انت دلوقتي بتقولي كلمتينا على الهوا لما كان معانا استاذ هاني يونس وزاره الاسكان، صح كده؟ يا حبيبتي مشكلتك اصلا ايه؟ انت مقدمه على ايه اصلا؟ انا دلوقتي حضرتك انا لحد دلوقتي ما استلمتش الشقه وانا فاضل لي دلوقتي كام مشروع ايه؟ انا فيها مشروع ايه؟ في دهشور انا مقدمه على شقه اللي هي بتاعت دهشور حضرتك من 2015. مستوفيه الورق والكراسه وكله كل الورق؟ انا لا انا من غير كراسه حضرتك، احنا قدمنا من 2015 كان من غير كراريه ومقدمه ورق مستوفي وكل حاجه وبعتوا لي رساله تلقي الطلب وجري درس بقى لهم سنه ولحد دلوقتي ما فيش اي اخبار عليا ولا اي حاجه ولا حد. اتعملت لك دراسه الحاله؟ اتعملت لك دراسه الحاله؟ لا 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 ما حدش جالي ولا اتصل بيا ولا اي حاجه خالص لحد دلوقتي. طب يبقى ممكن يبقى في حالات تانية كانت اولى بالشقق يا ميرفت. ما هي اصلا ما هو كده، لو حبيبتي طالما بعتوا لك رساله يبقى انت ورقك وصل عندهم، لكن طالما ما اتعملش بحث حاله يا ميرفت يبقى كان في حد اولى، كان في حالات اولى. حضرتك انا بقول لحضرتك احنا عملنا شكوى، احنا عملنا شكوى مع الشكوى ديت باسم واحد، ف الشهر العقاري اتصل بيهم اتصل بالواحد دوت وخلصت الورق رغم ان هو برضك ملوش اولويه ولا اي حاجه. انت فاهماني ازاي؟ او عشان بس الشكوى باسمه. ما هو انا مش انا مش قادره افهم المشكله. معلش يا ميرفت يعني انت ميرفت بالنسبه للتضامن انا كنت مقدمه ورق يا حبيبتي. علاقه التضامن دلوقتي بالاسكان يا ميرفت. طب بصي ميرفت معلش عشان بس وقت الفقره معلش. شباب الله يخليكم بس نفهم من ميرف يعني خدوا بس التليفون نفهم بس منها مشكله ايه، لان دلوقتي دخلت في الشهر العقاري على التضامن على الاسكان فانا مش فاهمه.
وبعدين انت قلتي في الاول انت مطلقه وعايزه معاش، فانت في كذا حاجه، بس انا عشان معلش يا ميرفت هنحاول نفهم منك اكتر. مين يا شباب معانا؟ مين يا شباب معانا؟ محمد القاهره، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه منى، انا طالب من حضرتك حاجتين. اول حاجه انا راجل على المعاش، كنت سواق صاحب عربيه وطلعت على المعاش، معاشي حاليا دلوقتي 800 جنيه. رحت قدمت البنك المصري، بنك مصر، على قرض 10,000 جنيه عشان اعمل عمليه في عينيا، واخد بالك حضرتك؟ بعد ما قدمته حسيت تامين وبتاع رفضوا، قالوا لي لا ده انت كنت اعمال حره مالكش تاخد قرض. رحت بنك مصر الاجتماعي قالوا لي لا ده انت هتاخد القرض ده بعد 3 شهور، وانا محتاج اعمل عمليه حاليا دلوقتي سباكيه. الحاجه الثانيه ايه يا فندم؟ الحاجه الثانيه موضوع كبير لحضرتك، عاوز اتواصل مع حضرتك، انا مش عارف. طيب يا فندم هتسيب رقمك لو سمحت، بس خليك معايا عشان موضوع عمليه عينك ده انا دايما يعني العمليات بس والصحه دي بتبقى اولويه. ده يا فندم يعني هو معاشه 800 جنيه، جالكوا البنك وقلتوا ما ينفعش نديك قرض 6000 جنيه عشان تعمل العمليه لان انت اعمال حره. ما هو هيسدد يا فندم من المعاش. اتقدم الاول لبنك مصر ما وافقش بكده، جه بنك ناصر. هو طبعا في طبعا احنا عندنا قروض اللي هي خاصه بالعلاج دي. ده بياخد قرض، وخصوصا القرنيه ممكن توصل للمبلغ اللي هو عاوزه. تمام. بيتقدم للبنك وما فيش مشكله خالص. طب ما هو ما عرفش يوصل، ايه اللي حصل يعني لما رحت بنك ناصر قالوا لك ايه؟ رحت بنك ناصر هتقدم اوراق وتحول معاشك، وبعد 3 شهور تعالى اسال عليه. بعد 8 شهور؟ 3 شهور. 3 شهور؟ لا لا يا فندم، هو يتقدم ويجي المركز الرئيسي ان شاء الله ونوجهه. طيب. ان شاء الله للمختصين. يا رب يخليك يا فندم عشان بس العمليه والنبي. لا يا طيب فندم. يا استاذ محمد. نعم فندم. استاذ هشام مشكورا، هيستقبلك في مكتبه ويخلص لك باذن الله الاجراءات على طول عشان تعمل العمليه. فين بقى يا فندم؟ 35 شارع قصر النيل. 35 شارع قصر النيل. بس كده؟ المركز الرئيسي. المركز الرئيسي. ماشي بس قول لي اسمك بالكامل ايه؟ محمد ايه؟ محمد الحامدي محمد. ايه ايه؟ محمد الحامدي محمد. محمد الحامدي محمد. بالظبط. طيب ماشي. استاذ هشام هيسيب خبر عنده في المكتب باسمك الثلاثي عشان لما تروح له تدخل له على طول ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. والف بعد الشر عليك. اتصال كمان بقى ونرد على الاسئله. مين يا شباب؟ طيب معلش ناخد بس كده راحه نرد على الاسئله. خلينا نرجع من اول. هدى، اول حاجه خالص وفاء، اول متصله. مشكله قانونيه دقيقه جدا. لا هي مشكله، مفيش مشكله، انا شايف ان هي الفكره في الاخر طبعا شرحت ان هي خدت كذا قرض متتالي. هي اخر حاجه عليها 57,000 قالوا لها تقريبا. ما هي بتزود قرض، هي بتزود قرض. احنا عندنا طبعا لغايه مسموح لغايه 75% من المرتب او المعاش، وهي طبعا بتزود قرض، يعني خدت قرض وبعديها بسنه او سنتين حبت تزيد. هي مشكلتها اللي انا فهمتها ان هي عندها ايصال امانه، عاوزه يمضوها على ايصال امانه على كلامها. على بياض. طبعا الكلام ده مش موجود، احنا عندنا الضمان بضمان المعاشات. تعهد من جهه العمل او جهه المعاش بتحويل المرتب او المعاش. وهو ده الضمان بتاعنا، مفيش ايصالات. وحتى مش مقبول ان حد يمضي على حاجه على بياض، يعني دي مش مقبوله، يعني مش مقبوله اصلا. لا طبعا مش موجوده، كمان مش موجوده عندنا حد يمضي على حاجه على بياض. طيب خلينا نرد على هدى القاهره، بنتها اتحكم لها ب 700 جنيه نفقه. انا يعني انا بتقول من 8/2015 يعني لا يعني سبعه، اكيد في مشكله معينه. عندكم الاصول كلها يا فندم والملف بالاصل كله عندكم. دي اكيد في مشكله معينه، وعمرها ما حصلت ان حد يتقدم. احنا بنصرف من الشهر التالي، ممكن تتاخر شهر شهرين. يعني من تاريخ ما تتقدم تاخد ايصال. لكن سنتين دلوقتي لا خالص، استحاله، اكيد في مشكله. فدي انا ان شاء الله هتابعها باذن الله، اخد. طيب. بس الرقم من حضرتك. طيب ممكن وهتابعها. طيب يا شباب، طيب ممكن يا شباب تكلموا لنا هدى دلوقتي والنبي قولوا لها تروح لاستاذ هشام، ممكن بكره. بكره ان شاء الله موجود بكره باذن الله. الله يخليك يا رب باذن الله. طيب ابراهيم والنبي، هتكلم هدى تاني متصله، هتكلمها بكره تاخد بنتها تروح لاستاذ هشام المكتب. يا ريت يا ريت. بعد اذنك. عشان بس يخلص لها الورق. الف شكر. مين يا شباب معانا قبل ما اخد باقي الناس؟ مين معانا؟ مين؟ كوثر القاهرة، اتفضلي يا استاذة كوثر. السلام عليكم يا منى. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبتي، أنا ست على المعاش، وزوجي توفى في يناير اللي فات، وأنا بصراحة لغاية دلوقتي يعني دوخوني في التأمينات عشان يعملوا لي المعاش بتاعه. أنا مش عارفة أعمل إيه. بقاء لله وحده. في التأمينات؟ هو في تأمينات عابدين. تأمينات إيه؟ مكتب تأمينات إيه؟ عابدين. عابدين؟ انا لغايه دلوقتي مش عارفه اعمل معاهم ايه، يعني إيه حرام مدوخينك؟ طب طالبين ايه؟ ايه الورق اللي واقف؟ كل الطلبات اللي طلبوها وديتها لهم.
انا مش عارفه بقى يعني قاعدين بيحسبوا ايه، حسبة بيرما ولا بيعملوا ايه، انا مش عارفه. طب في اي بصراحه بيني وبينك كده في اي ورقه تانية طلبوها مثلا ما عرفتيش تجيبيها؟ لا والله كل البيانات عندهم. يعني انا احنا قريب ان شاء الله هيكون معانا، هنفتح ملف التامينات تاني ان شاء الله باذن الله في صباح دريم. حاضر يا استاذه كوثر، وبعد اذنك سيبي رقمك لو سمحتي. مين يا شباب معانا؟ طيب هناخد بس فاصل سريع كده نرد على الحاجه الاسئله قصدي. خديجه بنتها ارمله معاش التضامن 100 جنيه، احنا كده كده هنكلم لها التضامن، بس هل في الحالات دي بنك نصر بيقدر يعمل حاجه يا فندم؟ زي موضوع المساعدات، المساعدات اه المساعدات اتكلمنا فيها الاسبوع اللي فات. بتقدم تاخد مساعده عن طريق اداره التكافل برضه عندنا في البنك. يعني احنا ما نروحش للتضامن الاجتماعي؟ لا التضامن ده جزء طبعا، ده جزء. يعني هي بتيجي بنبحث الحاله بتاعتها، خدت حاجه من التضامن حاجه، بنبحث الحاله ونشوف لو مستحقه انت نقدر نصرف لها المساعده. يعني خديجه بنتها تجي لكم؟ طبعا اي حد التقدم طبعا. طب بتخلصوا لها الورق يا فندم والاجراءات؟ يعني لو هي جت انتوا بتطلبوا ايه ورقه؟ عشان يعني هي عندها بنت وولد يا فندم، بتاخد على الاثنين 100 جنيه في الشهر يا فندم، ده ما يجيبوش شيبسي يعني. هو اللي هي بتبقى بحث للحاله عن طريق، ما يجيبوش عصير وبطاطس يا فندم، فيعني صعب قوي. فاحنا بس بنحاول ان الحالات دي نبدا بيها على طول، ونحاول نعرف ازاي ممكن نساعد. تشرفنا في البنك برضو، اداره المساعدات برضو، ونشوف نبحث الاوراق والمساعدات عن طريق الاداره المختصه هناك. طيب يا خديجه لو سامعاني دلوقتي، استاذه خديجه بنتك تروح اداره المساعدات في البنك، هيطلب منها شويه ورق يتاكدوا بس من موضوع ان هي ما بتاخدش حاجات تانية غير ال100 جنيه دي، وباذن الله يا رب يكون ليها معاش ان شاء الله. اعتماد اللي والدها راح العراق، ودي بس دي حاله يعني، لكن هل ممكن برضو يقدموا لامهم على طلب مساعده؟ ممكن المساعدات مكفوله للكل يعني، ينطبق عليه الشروط اداره المساعدات يعني. اداره المساعدات برضو، اداره التكافل الاجتماعي في البنك. طيب محمد القاهره على المعاش، خلاص ده جاي لحضرتك ان شاء الله. ده هو محمد الحمدي، محمد ده جاي لحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب الاستاذه كوثر تامينات، تامينات عبد الدين دي تروح التامينات؟ التامينات طبعا تروح التامينات. دي مش تبع البنك، مش تبعكم خالص. مالكوش سلطة عليهم خالص؟ لا لا خالص. برضه ساعات بنصعب الحاجات على الناس يا فندم بشكل غريب والله. احنا تقريبا كده عندنا عايزين بقى نتكلم على الخدمات المصرفية المختلفة اللي البنك بيقدمها، يعني قروض اللي ممكن تكون ميسرة أو بسيطة، دي بنقدمها الشروط المطلوبة إيه؟ بناء على إيه؟ يعني زي المواطن اللي اتكلم يقول لك أنا طالب قرض ب 6000 جنيه يتخصم مثلا، ده يعني على سبيل المثال، عشان أعمل عملية مثلا، بيترفض من بنك، ممكن يتقبل من بنك من عندكم من بنك ناصر، إيه القروض الميسرة يا فندم اللي بتقدموها كخدمات مصرفية؟ وطبعا إحنا نظام القروض عندنا، إحنا عندنا قروض اجتماعية، في منها قروض حسنة اللي هي من غير أي عائد، دي تقريبا بتبقى اللي هي خاصة بقرض الزواج، اي المقبلين على الزواج سواء الشخص او زوجته او وكيلها بيتقدم للبنك بضمان المعاش طبعا او المرتب، نفس الضمانات كلها، ضمان المعاش او المرتب، بتحصل في حدود 5000 جنيه بيتسددوا خلال 3 سنوات بدون اي عائد. 5000 في 3 سنوات يعني كم في الشهر؟ يعني تقريبا 150 جنيه في الشهر، 140 150 تمام. ده بالنسبه للزواج. في العلاج، قرض العجز اللي اتكلمنا عليه، موضوع العلاج ده برضو بيحصل تقريبا على في حدود 4-5000 او اقل، انا مش متذكر بالظبط، برضو نفس الضمان، بس بيجيب تقرير طبي لبحث حالته، يعني تقرير طبي ليه، وبيتسدد برضو تقريبا 120 جنيه في الشهر بدون اي عائد خالص. في قروض تانية بقى زي تمويلات السيارات، في تمويلات اللي هي الانتاجيه، تمويلات اللي هي القروض، منح القروض برضو، دي نفس الضمانات برضو، المرتبات او معاشات بتحول للنظام. طيب الخدمات التمويليه بقى اللي ممكن البنك يقدمها للمطلقات اللي هم مستحقي النفقه، دي ممكن تكون انا قلت لحضرتك احنا بالنسبه لنا ازاي اكتر للناس يا فندم؟ في النفقات احنا اي مستحق بيحصل على حكم قضائي سواء زوجه او مطلقه او ابناء او والدين، بيتقدم لاقرب فرع ليه مع المساعدات المطلوبه اللي هو حكم مزايد بالصيغه التنفيذيه، معلن اعلان قانوني، ودي اهم حاجتين دي بنبدا شغلنا بعديها، لازم القانون اشترط دول يكونوا موجودين، بيتقدم لاقرب فرع، بيحصل على النفقة المحكوم بيها او الحد الاقصى زي ما اتكلمنا خلال اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ التقديم، سواء زي ما قلنا لحضرتك الاربع فئات اللي اتكلمنا عليهم، وده بيستمر الصرف دون توقف الا في حاله، ده بيفضل مستمر الا في حاله صدور حكم طبعا يخالف الحكم اللي عندنا او انتهاء الصفه، يعني لو زوجها اتطلقت بنقف،
لو طبعا انتهاء سن الحضانه زي ما قلت اجر حضانه بيقف، الوالدين طبعا الى الوفاه لا قدر الله، الابناء طبعا بيستمر الابن الى ان تعمل او تتزوج، الابن طبعا الى ان يتم ال 15 سنه لو في التعليم او غير قدر على الكسب بنستمر. ازاي بتتعاونوا يا فندم او حجم التعاون وشكله ما بينكم ما بين الجهات المختلفه اللي من شانها انها تديكم البيانات والاحصائيات الصح، زي مثلا التعبئه العامه والاحصاء، بتعرفوا ازاي ترصدوا اعداد المطلقات؟ بتتعاونوا ازاي مع الجهات دي؟ بتحتاجوا ديتا عامله ازاي عشان تقدروا تشتغلوا عليها؟ بص يا فندم، احنا بالنسبه لنا كنفقات بقى، احنا اي حد بيتقدم للبنك بنصرف له بغض النظر. احنا اللي بنعمل الاحصائيه بقى، عندنا كام مثلا مطلقه، كام حكم نفقه، كام حكم زوجيه، احنا بنحصرها دي. ولكن احنا نتعامل مع الجهات الثانيه بقى اللي هي بتتعبنا بقى، الجهات الحكوميه، ان احنا لما بنتقدم طبعا عفوا القانون قال ايه، ان احنا بنرجع على الجهة العمل والمفروض تبعت لي من الاسبوع التالي لتاريخ الارسال ليها بالنفقه. الجهات للاسف بتتاخر جامد قوي، وده بيترتب عليه شهر شهرين ممكن اكتر من كده، بيعلي المديونيه عندي، والمستحق احنا بنصرف له بمجرد التقديم. فاحنا بنتعامل معها طبعا، بنحاول نختارها مره اثنين ثلاثه، ليه اجراءات تانيه مستقله طبعا عن طريق ابلاغ الجهات الرقابيه في الدوله. ولكن حاليا طبقا للتعاون اللي احنا تم مع جميع الجهات عن طريق التامينات الاجتماعيه برضو، احنا جميع الجهات تقريبا منتظمه معانا، بتفرق شهر او شهرين وبيتم صرفه طبعا للمستحقين. ده بحد اقصى شهر او شهرين يعني الى حد ما دلوقتي. يعني الجهات الحكوميه هي اللي عشنا وشفنا الحكومه بتشتكي بعضها، الجهات الحكوميه هي اللي بتعطل دلوقتي. لا يعني هي طبعا مجرد ان احنا المفروض نرسل الاختيار للجهه بتاخد وقت يا فندم، هي دي مشكله بس بتاخد وقت. وبيني وبين حضرتك ما بيبقاش في احيانا اسباب مقنعه لتاخر الوقت ده، يعني زي الست اللي بتقول لك ورقي بالملف كله بالاصول اللي طلبت مني كلها موجوده، وبرده معوقات اداريه طبعا. الى حد ما احنا عملنا تواصل مع معظم الجهات، وفي تواصل دلوقتي، وفي المبالغ توصل لنا، بس هي فرق الشهر او الشهرين ده اللي بيعلي المديونيه عندي، ده اللي بيعلي يعني. بالاضافه اللي عمال بتدفع التحصيل. بالنيابه عن المدين انا بدفع وبرجع عليه طبعا الشهور دي. زي ما بقول لحضرتك، حضرتك يا بنك مش من مصلحتك انك تاخر في الـ في الـ في الـ في الـ في ان الامور تمشي، ان الاجراءات تمشي، لانك انت عمال تدفع لهم. ما هو انا يا فندم بنك ناصر بيقوم بدور الوسيط، ان هو بيحل محل المنحه محكوم ضده او المنفذ ضده ويسدد النفقه، ويحل محل المستحقه انه يرجع على المدين يجيب المبالغ دي. طيب اسمح لنا ناخد اتصالات، عندي اتصالات كتيره من الجيزه والفيوم والمحله. ابدا بالجيزه، يا سلوى اتفضلي. سلوى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام منى؟ صباح الخير يا حبيبتي، اتفضلي. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. بقول لحضرتك ايه؟ انا عندي معاشين، معاش والدي ومعاش جوز الله يرحمه. معاش والدك ومعاش مين؟ جوزي. جوزك الله يرحمه. الله يرحمه. فيا حبيبه قلبي كان نفسي اعمل معاش كارد لمعاش والدي. معاش بابا. عايزه تعملي قرض بضمان معاش بابا. ايوه. فروحت البنك وكده هو قالوا لازم موظف يجي يضمني، وانا دلوقتي عندي 58 سنه فمحدش راضي يضمني خالص. انا ما اعرفش موضوع الضمان ده هينفع ليه مخرج ولا لا يا سلوى، بس هسالك استاذ هشام اذا كان ربنا يخليك. قالوا لازم موظف يجي يضمني، فانا والله يا مدام يعني منك نفسي افرح باولادي قوي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. هسالك والله، بس انا ما اعرفش موضوع ان ما يبقاش في ضامن ده، ان يبقى في اعفاء ده. انا لسه قريب كان عندي شفت قدامي حوار كده على موضوع الضمان ده، ضامن ده متهيألي بس هسالك استاذ هشام لو ليها اي مخرج، يعني مخرج قانوني طبعا يعني. زينب الفيوم اتفضلي يا استاذه زينب. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك انا انا لما رفعت قضيه نفقه حكمت لي ب 1200 ماشي، فرحت البنك ناصر، بنك ناصر قال لي مالكيش الا 500 جنيه. ليه؟ تاخدي 500 جنيه بس، حتى لو اتحكمت ب 10000 مالكيش الا تاخدي 500 جنيه. ايوه ده حد اقصى عندنا. تاخدي 500 جنيه حد اقصى من البنك عندك. والباقي تحصلهم، الباقي زي ما قلت لحضرتك بيرتبط بالتحصيل، انا برجع على المدين بال 1200 ولما بحصلهم بسدد لها في حسابها على طول المبلغ ده. سمعتي يا زينب؟ سمعتي؟ اعمل ايه؟ لا حضرتك ما تعمليش، احنا حضرتك بتقدمي الحكم واحنا بنتولى اختار المدين والتنفيذ عليه بال 1200 بس مؤقتا، حضرتك بتاخدي ال 500 جنيه اللي بتتصرف شهريا لحضرتك لغايه ما نحصل المبالغ من المدين. تمام يا زينب؟ ايوه سامع حضرتك. تمام ايوه ماشي. طيب بقول لحضرتك
الو قولي 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 اتفضلي. ايوه حضرتك، انا رافعه قضيه الذهب، هو طبعا سرق مني الذهب وبيعهولي، وكنت رافعه. يعني ايه سرق منك الذهب وبيعهولك؟ يعني بيعهولي وانا على ذمته، وانا على ذمته معاه حضرتك، وهو كان في الفيوم لما طبعا الحكم كان بيتنفس وطبق وكده، ما خدتش الا العفش بس، ولغايه دلوقتي انا مش طايله منه فلوس الذهب. يعني خدت العفش، قضيه القايمه حكمت لي ان انا خدت العفش وما خدتش الذهب، راحوا بايعين البيت اللي في الفيوم وراحوا ناقلين نفسهم وهربوا، راحوا في حدائق الاهرام. الناس اللي نقلوا عفشهم ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب، عطوني عنوانهم. الحمله بتنزل حضرتك وفي امين شرطه هناك في حدائق الاهرام بيدوله رشوه كل شهر، ويروح ايه يقول لهم الحمله جايه خبوا ابنكم، يروحوا مخبينه. انا الناس دي مش طايله منها، وانا ابني لغايه دلوقتي حضرتك امكانياتهم مساعداهم، والجد انا معايا ولد وبنت منه، الجد بيبني فيلا هناك في حدائق الاهرام ومش طايله منهم جنيه لغايه دلوقتي. طيب زينب معاكي بس من غير ما تقولي على الهوا، يعني معاكي اسمه تفاصيل الامين ده اللي بتقولي عليه؟ ايوه انا معايا اسمه ورقمه. طيب ماشي ورقمه. طيب يا زينب انا واثقه دلوقتي المكتب الاعلامي حالا في وزاره الداخليه هنلاقيه بيكلمنا ياخد التفاصيل، لان هما بيحققوا الحقيقه في الامور دي على طول اذا كان فعلا. يا ريت حضرتك. انا واثقه ويعني لو كده يا شباب لو اتصلوا بينا لو سمحتوا بس بلغوني اقول على الهوا. انا واثقه المكتب الاعلامي في وزاره الداخليه الحقيقه يعني بيهتموا جدا بالقضايا دي وبيحققوا فيها على طول. فخلي رقمك انت بس معانا عشان لو طلبوا تفاصيل يعني الموضوع نعرف نوصلك بيهم. بشكرك يا زينب. استاذ عادل اتفضل. استاذ عادل. ايوه مع سعد. اتفضل. كنت قدمت على بنك قرض من بنك ناصر اسيوط. تمام. الو. ايوه يا فندم. قدمت على بنك ناصر اسيوط، وبعد كده هو فالبنك هياخد اللي هي 40,000، عايز ياخدها 62,000، وبيقول لي لازم ليك تجيب تحويل مرتب اللي هو المعاش، وبعد كده هو بيعمل لك وثيقه تامين، وثيقه التامين دي بتضيع عليك. يعني اذا ليه هي الفايده كام؟ حاسب لك الفايده كام؟ انا مش عارف، هو قال لك اللي هي اللي نديك 40,000 تاخدها. انت عايز تاخد 40,000، قال لك هترجعهم لي 60,000، يبقى الفايده كام؟ 62. احنا العائد عندنا 11%. 11%؟ 62. لا وبعد كده هو المطلوب في حاجه ثانيه اللي هي وثيقه التامين. لا تامين قال لك ممكن تبقى 3,000 4,000. لا بس هو استاذ هشام بيقول الفايده 11%، اللي حضرتك بتقوله ده اكتر بكتير من 11%، صح؟ تقريبا معلش. هو انا لسه بيقول انت لو خدت ال 40 يتحصل 62. لا هو ممكن يكون واخد قرض تاني مثلا وبيخصم ده من ده فالمبلغ. انت واخد قرض تاني يا استاذ عادل؟ لا اول مره. لا يبقى في نقطه بقى لازم نبحثها. في حاجه نبحثها. طيب استاذ عادل. طب في حته تانيه برضه كلمه وثيقه التامين. هي وثيقه التامين ده هي يعني ده ممكن تتخصم ب 3,000 4,000 ده اللي وضع عليه. وعنده كام سنه؟ انت عندك كام سنه يا استاذ عادل؟ 62. هو بس حضرتك هو دي في وثيقه التامين ان هو بياخد بضمان، يعني هو دلوقتي ضمان ان مفيش ضامن. حلو. هو بيحاول معاشه ودي ده تامين حياه. ماشي. في حاله لا قدر الله الوفاه او حاجه. المعاش يعتبر هو الضامن. ان هنا لو في حاله الوفاه او لا قدر الله او اي حاجه. وثيقه شركه التامين هي اللي بتسدد القرض، ما بنرجعش. طيب. على ورثه ولا حاجه. طيب ده بالنسبه لموضوع التامين، بس بالنسبه لموضوع القرض لا في حاجه غلط يا استاذ عادل، فانت هستاذنك هتسيب رقمك. شباب نراجع بس مع بعض والنبي عشان دي امانه. احنا كده أستاذة خديجة وقولوا لي يا شباب مين تاني هندي أرقامهم ومحمد الحمدي محمد اللي هيروح ودلوقتي أستاذ عادل هناخد رقمه. دول التلاتة اللي عايزين أرقامهم هنديهم لأستاذ هشام عشان يتواصل معاهم. مين معانا؟ سعيد القاهرة اتفضل يا أستاذ سعيد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي مني؟ أهلا بيك يا فندم. انا ابو احمد اللي عنده كسر في الركبه اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات. اهلا بيك يا فندم. حضرتك انا كلمت حضرتك في وكاله الاستاذ محسن ثابت كان موجود مع حضرتك. مين اللي كان معانا؟ الاستاذ محسن ثابت بتاع بنك ناصر. استاذ محسن ثابت. تمام. انا رحت بنك ناصر. كل اللي هو قال بصراحه كلام وردي. كل اللي قاله معانا كلام وردي؟ بصراحه. طب ليه؟ قول لي. انا رحت
لا ادوني كارد لرجليا ولا مساعدات ولا اي حاجه. كل اللي قاله الموظف كله قال لي اديلك 500 جنيه كل سنه. قلت له استاذ استاذ محسن قال لي ولا ليه رابط الكلام دوت. طب بالراحه بس بالراحه اتفضل. هو قال لك ايه على الهوا لما انت كلمتنا؟ قال لك هيعمل لك ايه؟ قال لي ده اديله مساعدات عشان خاطر موضوع رجلي العمليه بتاعت رجلي ومساعدات عشان خاطر الحاله اللي... ليه عايزه رقم الشباب والنبي احنا بنعرف نطلع الرقم. لا انا يهمني قوي اعرف لو معايا مسؤول ادى وعد المشاهد بنفذ الوعد او لا. معلش شباب. طب كلمنا تاني يا ابو احمد لو سمحت. الخط قطع منك والله ما من هنا. كلمنا تاني لو سمحت. وبعدين في استاذ عادل اللي قبلك على طول انت قفلت من غير ما تسيب رقمك. حاول تتصل بينا تاني تسيب لنا رقمك. وابو احمد كلمنا انا عايز اعرف عملوا معاك ايه في البنك. مين تاني يا شباب معانا؟ طيب مين؟ استاذه ساميه. ايوه استاذه منى اتفضلي يا حبيبتي. إيه انا بتكلم عن بنتي مطلقه من 4 سنين يا استاذه منى ومفيش اي مورد رزق لها خالص. بتشتغل؟ لا ما بتشتغلش ومعاها 3 اولاد. طب ما نشوف لها شو هي مؤهلها ايه يا مدام سامي؟ آداب قسم اجتماع. طب يا مدام سامية طب ما نشوف لها شغل يا مدام سامية. طيب وهسيب ولادها فين؟ طيب ما انت بتقعد معاكي يا مدام. مش هي قاعدة معاكي ولا هي قاعدة معايا؟ طب يا حبيبتي ربنا يديك الصحة. ما هو بصي يا مدام سامية مش كل حاجة هنقدر ان احنا نقول للدولة ساعدي واعملي. يعني في حاجات طارئة وفي حاجات أولى بالرعاية وفي حاجات. بنتك الحمد لله الحمد لله يا رب ما شاء الله صحتها كويسة سنها مناسب خريجة ليسانس أداب اجتماع. لا الأولى نشوف لها حاجة في القطاع الخاص يا فندم. يعني أي مبلغ حتى بس يساعدها. طب ماشي 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 حاضر من عينيا. أنت محافظة إيه؟ المحلة. من عينيا نكلم لك القوى العاملة حالا إن شاء الله بإذن الله. حاضر سيبي حاضر سيبي رقمك بس ضروري والنبي. شباب أستاذة سامية لو سمحتوا هنكلم لها القوى العاملة لو سمحتوا. طيب ماشي. ام ادهم الغربيه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك انا كنت مستفيده من المعهد وعملت قرض على بنك ناصر. عملتي قرض على بنك ناصر وبعدين؟ لا كلمينا تاني معلش عندك مشكله في الخط. مين يا شباب؟ طيب حاولوا تكلمونا معلش الخطوط قطعت منهم يحاولوا يكلمونا مره ثانيه. انا عايز اسال على عادل. احنا عادل الاستاذ عادل كده كده هيجي لك. انا حضرتك بتقول اكيد في حاجه غلط في الورق. موضوع 40 ويدفع يدفعهم 62 دي في حاجه غلط. بس عايز اسال على سلوى اللي بتتكلم على الضمان. الضامن هل ليها اي مخرج قانوني الموضوع؟ ايوه هي طبعا هي تعتبر كده وريثه معاش. ايوه عن والدها. هي ليها معاش؟ لا هي والدها عايش. هي جوزها. لا هي بتقول بتاخد معاش من الوالد ومعاش من الزوج. والد ومع الزوج. فهي تعتبر كده بتاخد معاش من الوالد. دي وريثه معاش. تمام. هي المفروض بتاخد بضمان من غير ضمان طبعا خالص. بضمان مخاطر اللي هو نسبه بسيطه جدا. وبتاخد من غير ضامن. فده يعني واضح ان في برضو حاجه في الموضوع. ان هي المفروض وريثه المعاش ده نظام عندنا قرض اللي هم الاراء اللي هم ورثه المعاش. طيب ورثه المعاش. طيب اللي كانوا بيسالوا بس مش فاكره مين بالظبط بس حد كان بيسال على موضوع الضامن. هل ضروري ولا ممكن يبقى ليها مخرج؟ مش هي مش سالوا حد تاني. في حد كان بيسال موضوع الضامن. ما هو الضامن احنا طبعا الضامن الحكومي بيقول لك لازم كمان موظف حكومه. لا ما هو, هو 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 لو صاحب معاش او ليه مرتب ده بيحول وممكن ما يجيبش ضامن بحاجه اسمها ضمان مخاطر. لا بس اقول لك على حاجه انا عارفه انا مش معاكم. الاسكان والتعمير مثلا من ضمن الشروط لازم ضامن موظف في القطاع الحكومي. تمام. طيب هو ده صاحب معاش حتى لو هو صاحب او مرتب. هو ده مرتبه ضامن. حتى لو جايب اتش ار لتر او جايب جواب عمل بيقول له لازم ضامن من القطاع. احنا ما اقول لحضرتك عندنا احنا ده احنا انا بس احنا مثل يعني لو يا اما ضامن يجيب ضامن يا اما يبقى في ضمان مخاطر اللي هو وثيقه مخاطر. يا وثيقه مخاطر يا يا ضامن. بالضبط. يا ده يا ده بالظبط. طيب لو تم انا عندي مثلا بعض الكومنتس كمان اللي عماله بتجينا دلوقتي انه في مشكلات في صرف النفقه في المناطق النائيه. وحضرتك كنت قلت في البدايه لما سالتك على الموضوع ده قلت احنا بنحاول نحسن الخدمه ونزود 54 فرع كمان اللي موجودين في المناطق دي.
لكن حاليا دلوقتي فندم اللي عنده مشكله، عندي ناس متكلمه من الصعيد كتير، في تليفونات ما دخلتش على الهواء معانا، وفي ناس بعت لنا على فيسبوك على صفحتنا انه في مشاكل هناك وانه الاجراءات بتمشي ببطء شديد جدا لصرف النفقه. اجراءات الصرف ولا التقديم؟ الصرف. لا الصرف يا فندم هو اول كل شهر النفقه، طالما هي بقت صدر لها بتوافق لها قرر لها الصرف، اول كل شهر بينزلها النفقه وتستطيع تصرفها من الفرع اللي هي مقدمه فيه الورق او اي فرع تاني تحب هي فيه. لكن العقبات او الحاجه بتبقى دايما في تقديم الاوراق، ان يعني دايما المستحقين عندهم، في بعضهم عندهم اعتقاد ان انا طالما خدت حكم اروح انفذه على طول بغض النظر في اوراق ولا مفيش اوراق، وفي بعض الناس بيجوا لنا يقول لنا انتوا ملزمين بالنفقه هاتوا لي، انا ما خدتش حكم بس عاوز نفقه. لكن هي دي العقبه في المستندات، وعشان كده انا في الاول اتكلمت ان لازم نعرف المستندات بالظبط ونحددها، واحنا دلوقتي في سبيلنا ان احنا برضو بنيسر الموضوع ده في جلسات تقريبا اسبوعيه مع دكتور شريف، ان احنا بنسهل الاجراءات دي جدا. بنعمل سيستم جديد للنفقه بحيث ان كل مستحق يبقى عارف ايه المطلوب منه بالظبط اول لما يدخل البنك او تكون الفرع التابع ليه، والشهر التالي على طول بيتم الصرف. طيب خليني، طيب انا بشكر حضرتك على الاجابه. عايزه بس اقول حاجه، من دقايق جت اتصال من استاذ سعيد اللي قال لي كده على الهوا، انا ابو احمد اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات لما كان معاكي استاذ محسن ثابت. استاذ محسن ثابت هو رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر، وقال انا الكلام اللي قاله استاذ محسن على الهوا ده كلام وردي، وانا لما رحت انا محتاجه اعمل عمليه ضروري في الركبه، ولما رحت ما حدش عمل لي حاجه وقالوا لي هتدفعوا لي 500 جنيه في السنه. الحقيقه انه حالا دلوقتي اتصل بينا استاذ محسن ثابت، هو اللي كلمنا مش احنا اللي سعينا نكلمه، يعني هو مشكورا اتصل بينا. هناخده على الهاتف يا شباب ولا نقول؟ خلينا ناخد على الهاتف لانه بيقول كلام الحقيقه مختلف تماما عن اللي ابو احمد بيقوله. استاذ محسن صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اولا بشكرك انه حضرتك بتتابع وكنت مهتم انك توضح الموضوع، لانه انا الحقيقه بيصعب عليا قوي انه المواطن او المشاهد ياخد انطباع انه المسؤول ايا كان هو مين بيقعد داخل الاستوديوهات يقول كلام ويطلق وعود وفي النهايه ما بتتحققش. فبشكرك انك كنت حريص انك تكلمنا تقول لنا ايه اللي حصل بصراحه مع المواطن اللي كلمك على الهواء الاسبوع اللي فات، وحضرتك اديته ميعاد عندك في المكتب وجالكوا البنك. اتفضل يا فندم. ده حق المواطن وحق البرنامج ان احنا نتابع اللي احنا اديناه من وعود الناس. فضل. احنا اتصلنا بالاستاذ ماجد شكري، لو حضرتك تتذكري معايا الاستاذ ماجد شكري فاعل الخير. فاعل الخير اللي قال انا متبرع، صح؟ ايوه انا متبرع لابو احمد والاستاذ والسيده رحاب. وهو فعلا قام بصرف 3000 جنيه لكل واحد فيهم. حلو. وده بالاضافه ان الاوراق بتاعه ابو احمد لما جينا في البنك احنا هنصرف له مساعده بالاضافه للي خده من الاستاذ ماجد شكري. ايوه يعني ثانيه واحده بس، انا دلوقتي على الهوا في واحد ابن حلال فعل خير ربنا يكتر من امثاله اسمه استاذ ماجد اتصل على الهوا وقال انا متبرع بالمساهمه لعلاج ابو احمد والست رحاب اللي كانت فعلا محتاجه مساعده، والراجل صدق في كلامه ودفع 3000 جنيه لابو احمد و3000 جنيه للست رحاب، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. حلو قوي. بتكلم بقى على حضراتكم كبنك ناصر اداره التكافل، عملتوا ايه مع ابو احمد لما جالكوا؟ هو احنا اتقدم بالاوراق لينا وهنقرر له مساعده شهريه، مساعده سنويه، انا اسف، مساعده سنويه قد ايه؟ صحيح 500 جنيه في السنه؟ لا هي لسه ما اتقررتش، بناء على الاوراق بتاعته واوراق العمليه اللي هيجيبها لنا هنقرر له المساعده طبعا. امال هو بيجاب الرقم ده منين؟ بيقول لك 500 جنيه في السنه. يعني اعتقد ان هو بيقول الكلام ده من عنده يعني، مش انما احنا لسه ما قررناش المساعده. يعني ما تردش عليه رد رسمي؟ لا لسه قال. طيب انا بشكرك يا استاذ محسن، بشكرك جزيل الشكر. يبقى ده الرد اللي جانا من الاستاذ محسن ثابت رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر بابو احمد. معلش يعني احنا الحمد لله انه الراجل الكريم المتصل الفاعل الخير صدق فعلا في كلامه ومشكورا ادالك المساعده اللي قال عليها 3000 جنيه، وادى زيهم للست رحاب اللي كانت فعلا محتاجه برضه مساعده. البنك ما ردش لسه عليك بشكل رسمي يا فندم، انت لسه الاسبوع اللي فات متصل بينا، فالبنك لسه بيدرس حالتك بناء على الورق اللي طلبه منك واللي انت قدمته، فقد يكون المبلغ 500 وقد يكون اكتر بناء على الحاله يا فندم والورق اللي قدامهم. فرجاء بس كده نصبر على الناس وربنا يقدم الخير يا رب ان شاء الله. استاذ احمد من القاهره اتفضل. استاذ احمد، طيب معلش حاول تكلمنا مره تانيه. عندي شكوى اقول ولا في تليفونات تانيه؟ طيب
عندي شكوى جات لي، كانت جات لي الاسبوع في حلقه قبل كده، متصله كانت بتقول انه النفقه اتحولت لوالدتها لان هي اتجوزت. فرع بنك ناصر في الاسماعيليه اشترط وجود الجده عشان يصرف النفقه. فهي بتسال ازاي ممكن نحل المشكله دي لان امها ست كبيره في السن وتعبانه، فازاي ممكن نحل المشكله دي؟ هو طبعا يا فندم احنا الاحكام بتصدر للشخص نفسه او الام، ده الطبيعي انها بتصدر للام بصفتها الحاضنه. في حاله تغيير الحاضنه ان هي تبقى زي ما الحاله دي اتنقلت للجده، لازم الجده تتقدم بنفسها، وطبعا في اوراق في حاجات معينه بنستوفيها من ضمنها نقل الحضانه للجده، فلازم تيجي ولو مره واحده بس. واحنا بعد كده ممكن تعمل توكيل لبنتها بصرف النفقه، ولكن تتقدم بحكم نقل الحضانه. نقل الحضانه بس نتاكد من صحه ان هي الست تبقى موجوده شخصيا يعني. تمام. ونبدا بعد كده نصرف للبنت. ممكن تتحل على طول اي حد بتوكيل. طيب تمام. انا اتمنى تكون المشاهده الكريمه، لانه للاسف اسمها مش معانا، بس انا فاكره ان احنا يعني اهتمينا بالحاله دي، كانت متصله وكانت بتتكلم على فرع البنك في الاسماعيليه. فلو سمعنا دلوقتي بس اعملي للاستاذ هشام وصاكي بيه. اخد استاذ احمد من القاهره، اتفضل يا فندم. يا فندم انا حضرتك من مقاتلين اكتوبر، ومعايا حكم محكمة ببترينة في جراج العتبة من تاريخ 28/14، من تاريخ 28/1/2014، وأنا متردد وعملت همسة عتاب للسيد المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد، عملت له همسة عتاب، عملت له لو مؤاخذة اللهم صل على نبينا محمد في الجرائد مصر اليوم وجريدة الاخبار والاهرام ان انا انفذ لي الحكم. انا راجل مسن وما عنديش حاجه اكل عيالي وانا بستغيث بيه، ولا حد رد عليا من 2014 لغايه النهارده، وفيه ناس قبليه خدت، والمكان حضرتك لو ماخذه بيتبول فيه ويترمي فيه قمامه وزباله، انا قلت هاخده وانظفه واكل فيه عيش واجيب شاب ياكل معايا عيش، واناشد في محافظه القاهره لم احد يرد علي حضرتك، وفيه ناس قبليه قادت مع عندها ابراج وعندها بدل محل 10، وانا بناشد شمال ويمين ان حد يرد علي سياده المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره. الفاترينه دي فين يا عم احمد؟ الفاترينه فين؟ الفاترينه في جراج العتبه، وبيتبول فيه المكان وبترمي فيه صندوق الزباله. طب وانت واخدها يعني؟ الفاترينه دي انت اخدها؟ لا يا ست، انا واخد بيها حكم بتاريخ 28 واخد بيها حكم 24. فانت عايز تنفذ الحكم يعني عشان يمكنوك من الفاترينا. انت دلوقتي معاك حكم، بس انت عايز تنفذ الحكم ده عشان تتمكن من الفاترينا. تنفذ الحكم حضرتك، عملت همسه عتاب للبشمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره، ونشرتها جرايد، ونشرتها في مصر اليوم، ونشرتها في وزير يوسف، ونزرتها في الاهرام والاخبار، وبستغيث وانا ما عنديش عندي عيال وما عنديش اي دخل، وعايز اكل عيش حضرتك، فانا على شاشتك الكريمه المحترمه دي اوجه نداء للسيد رئيس جمهوريه مصر العربيه والقائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه، احنا اللي ضربنا اعلى الامثال في العالم، احنا اللي العالم كان بيتفرج علينا، احنا اللي خطمنا خط برلين، احنا ما لناش كرامه في البلد، ما لاقينش كرامه، ولا حد يبص لنا ولا حد يسال فينا، ما لاقينش ناكل عيالنا ولا نعيش في محافظه القاهره، ونشدت السيد المهندس عاطف عبد الحميد 20 مره ان حد يسال فيا من 2014 للنهارده يا استاذي. هل ده يرضي ربنا؟ هل ده يسمح؟ وانا معي راجل مسن وكبير، ومن حرب اكتوبر ما لناش كرامه في البلد. يا رب الاسره المصريه، يا كبير العيله المصريه، حقوقنا ضايعه، ما لناش حقوق، ما لناش حقوق في البلد، ما لناش حقوق في البلد، عملنا المستحيل وما لقيناش ناكل اولادنا ولا نعيش، عندنا اولاد في الجامعات، هنروح فين ونيجي منين يعني؟ انا طالع سيادتك بمظاهره ضد محافظه القاهره، ما حدش يلومني، اعمل ايه يعني؟ اروح فين؟ يا عم احمد معانا رقمه؟ انت معايا يا عم احمد؟ نعم يا فندم. انت معايا؟ اهدى كده وصلي، اهدى كده وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا استاذ انا تعبت، معاك حق،
لا انت معك حق تتعب، معك حق تتعب قوي كمان والله. عندها ابراج وعندها محلات خدت في 24 ساعه، ولا وسطاء يا فقراء ما حدش يبص لنا. طلب ناشد السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه وسعد الاعلى القوات المسلحه المصريه، يا رب الاسره المصريه، يا كبير العيله المصريه، يا كبير العيله المصريه، ما لناش حد، احنا افضل اكتوبر ما بناخدش حد في البلد، ما لناش حد، ضايعين يا رب تلاقي لنا اكل اولادنا ولا نعيش، يعني نروح فين؟ وبناشد السيد المهندس الدكتور وزير رئيس الوزراء، وبناشد الدنيا كلها، وانا طالع بمظاهرة، انا طالع بمظاهرة. لا لا اسمعني يا عم احمد بس، عم احمد مش هتطلع في مظاهرة ولا حاجة ان شاء الله، انت حقك اللي انت بتقوله ده واكتر منه 10 مرات كمان. انا بس هستأذنك، انا اروح فين؟ طيب عندي اولاد في جامعات، انا عندي بنت جلاس لما لحاش الجامعة طالما لجيش تصرف علي. طيب ماذا محاول يوصل المهندس عاطف عبد الحميد دلوقتي؟ عم احمد خليك معايا بس ما تقفلش التليفون، احنا هناخد رقمك، احنا هنفضل ورا محافظ القاهره ان شاء الله، نحاول بس نفهم في ايه بالظبط. هو الموضوع على فكره يا جماعه، بصوا الحاجات دي بقى دمها تقيل قوي. ليه النوع ده من القضايا؟ لان الموضوع على فكره ما كانش مستاهل ان انا اوصل الراجل انه يتصل يصرخ على الهوا ويقول بناشد رئيس الجمهوريه وبناشد القوات المسلحه وبناشد رئيس الوزراء. على فكره الراجل معاه حكم، والراجل يعني حاول يعني وصل مناشدته لمحافظ القاهره حسب كلامه اكتر من 20 مره، والراجل كمان كان محظوظ انه وصل صوته عن طريق جرايد ومجلات وبرامج. يعني احنا ليه بنستنى لما الناس توصل للمرحلة دي؟ واحد معاه حكم، الراجل مش عايز اي حاجة في الدنيا غير انه الحكم ده يتنفذ عشان ياخد فاترينا يقف يبيع فيها فيقوم ياكل بالحلال هو وولاده. ليه بنوصل الناس للمرحلة دي؟ احنا مطنشين كده ليه قوي؟ يعني ليه محافظ ممكن يبقى، ما زعلش مني يا باشمهندس عاطف، يعني حضرتك او اللي عندك في المكتب، ليه ممكن تبقوا قاعدين عارفين ان في راجل بقاله سنتين ونص ايه 28 يناير 3 سنين عايز ينفذ حكم ياخد فاترينا عشان ياكل بيها بالحلال ومحدش معبر الراجل؟ ولا دلوقتي لما قال يا رئيس الجمهوريه الحقني انا من ابطال اكتوبر واحنا متهانين ومتبهدلين هناخد بالنا؟ هي ما بتمشيش غير كده للاسف. انا اسفه يا استاذ هشام. عايزه كلمات اخيره من حضرتك، عايزه نصيحه لكل سيده عندها مشكله في اداره النفقه، تعمل ايه؟ الورق اللي بتطلبوه ايه؟ لو سواء النفقه هي اوريدي يعني محكوم لها بيها، او هي لسه بتقدم الورق، يعني سواء عندها مشكله في ان هي تحصل النفقه او هي عندها لسه بتقدم على الورق. اتفضل. وطبعا احنا اي مستفيده او مستحقه للنفقه حاصله على حكم يجب ان هي تبقى معاها اصل الحكم المزال بالصيغه التنفيذيه، معلن اعلان قانوني صحيح، وبعض الاوراق الاداريه زي صوره البطاقه وايصال كهرباء، لا مش ايصال كهرباء سوري، صوره البطاقه، شهادات الميلاد، ارقام تامينيه، لو في اطفال طبعا، وتتقدم بيه لاقرب فرع ليها حسب محل اقامتها اللي وارد في البطاقه، وتقدم هذه الاوراق. المفروض من الشهر التالي لتاريخ التقديم هيتم الصرف. اي مشكله او عقبه تقابلها احنا موجودين في 35 شارع قصر النيل، مختصين بحل هذه المشاكل او اي مشكله من اي نوع يعني خاصه بالنفقه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على سعه صدرك وعلى وقتك الثمين وعلى كل النصائح والمعلومات اللي قدمتها لنا، وبشكر حضرتك على ال3 حالات اللي هتستقبلهم ان شاء الله في المكتب الله. عندك من صباح دريم باسمائهم ان شاء الله يكونوا معاك. بشكرك جزيل الشكر الحقيقه، يعني نورتنا واسعدتنا بهذا اللقاء الاستاذ هشام وحيد مدير الاداره العامه للنفقه ببنك ناصر الاجتماعي. شكرا لحضرتك يا فندم، ربنا يوفقكم ان شاء الله وتساعدوا الناس كده اكتر وتبقوا من المسؤولين كده اللي بيقعدوا على مكاتبهم بيسمعوا شكاوى الناس، مش بيخلوا الناس تجري 3 سنين عشان تنفذ حكم. يعني بشكرك يا استاذ هشام جزيل الشكر. وعايزه كمان اتوجه بالشكر ده، الناس بقى هتقول انه هو الدكتور شريف فاروق، يا جماعه مش كده، الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس بنك ناصر الاجتماعي، الناس هتقول ان احنا قرايب دكتور شريف فاروق ومنا فاروق، وانا والله ما يعني دكتور شريف للاسف من سوء حظي ما اتقابلناش يمكن قبل كده، يعني هو شرفنا قبل كده في البرنامج صح، شرفنا شرفنا في البرنامج وكان ضيف عزيز علينا، بس يعني مفيش قرابه ما بيننا، فالناس هتقول ان احنا قرايب لان انا اللي تالت او رابع مره بشكره على الهوا لانه تواصل معانا من دقائق ولما لقى انه في شكاوى كتيره جايه بخصوص موضوع التركات الشاغره
وعدنا انه ان شاء الله الاسبوع القادم ده هيبقى كده ثالث اسبوع لينا بنك ناصر فاتحين ملفاته. ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون معانا المهندس احمد عبد الصادق رئيس قطاع التركات الشاغره ببنك ناصر الاجتماعي. ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم يكون معانا, وهنقول لكم قبلها اليوم بالظبط عشان نستقبل كل اتصالات حضراتكم. شكرا دكتور شريف مره ثانيه, شكرا لكم على حسن المتابعه. غدا ان شاء الله موضوع وملف اخر من ملفاتنا باذن الله تعالى 9 صباحا في صباح اليوم.